علي رحم بكم في صالون الميمون الثقافي رقم 655. فكرة تصور الإله دايما فكرة بتراودنا من واحنا صغيرين، يعني أي طفل في الدنيا هتلاقي عنده تصور مختلف عن الإله، ودايما بتيجي في بالنا فكرة هو الإله بتاعنا ده شكله عامل إزاي. من هنا بتيجي فكرة ربط الفلاسفة ما بين فكرة الأب والرب، وكتير من الفلاسفة اتكلموا في الموضوع ده، وبنلاقي الصورة دي واضحة جدا في الحضارة الفرعونية القديمة، وازاي ربطوا ما بين الحاكم او الملك وحورس، وازاي وصل في بعض الاحيان ان هم اتكلموا على ان الملك ده تجسيد لحورس. ونفس الفكرة تقريبا حصلت في الحضارة الهندوسية لما اتكلموا على فكرة الافاتار، وازاي ان الافاتار ده في بعض الاحيان كان تجسيد للاله. على الجانب الثاني بقى بنلاقي في بعض التجليات او نقول الارهاصات في حته الفتاوى اللي بتدعو لطمس الاثار، وفي بعض الاحيان كمان بتتكلم عن ان الاثار دي رزق ممكن تبيعه، زي ما مثلا محمد حسان عمل فتوى بتتكلم عن الموضوع ده من 15 سنه. وبالرغم من كده في نصوص واضحه وصريحه بتعبر عن فكره الرمزيه والتجسيد في الاصوليه، يعني في كتير من المواضع زي مثلا يد الله فوق ايديهم، والمقابلات الشخصيه اللي حصلت مع الاله ان كان كليم الله او برضو في قصه الاسراء والمعراج، وبرضو في نفس الفكره دي قصه يوم الحساب، وهل ممكن ان احنا هنشوف ربنا يوم الحساب ولا لا. من هنا يعني حبينا ان احنا نطرح الفكرة دي في الصالون بتاعنا، وفي حاجات طبعا اكتر من كده احمد راشد هيكلمنا فيها في ندوة النهاردة اللي بعنوان التجسيد في الاسلام، مع الباحث وعضو المكتب التنفيذي لحركة علمانيون احمد راشد. ادعوكم للترحيب به. شكرا، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. يعني حابب كالعاده لما بنبدا نتكلم في اي موضوع جديد او في موضوع بنطرحه او بنفتحه للنقاش، بيكون عاده في هدف من وراء النقاش ده او من وراء طرح الموضوع ده. فيبدو ان الهدف ممكن يكون النهارده غريب شويه بالنسبه للبعض، وربما يثير بعض التساؤلات او الكثير من التساؤلات، من نوعيه يعني سؤال في التجسيد او التجسيم في الاسلام، سؤال هو في صلب العقيدة الإسلامية، يعني فحاجة في اللاهوت الإسلامي أو في صلب العقيدة الإسلامية، لماذا يعنى بها شخص علماني ولماذا تناقشها علمانيون وإلى آخره من الأسئلة. والحقيقة أن الإجابات على السؤال ده ممكن تكون متعددة من أكثر من طريق، ولكن على الأقل أقول لك أنا الإجابة اللي تهمني أنا كمسلم كعلماني كصاحب دين بغض النظر عن مناقشة هذا الموضوع بشكل عام وبشكل خاص. بشكل خاص لو أنا تبنى قضية معينة أو قناعة معينة حيال هذا الموضوع، فأنا مهتم لمعرفتي بالشأن الخاص للجدل والحوار الذي أثير فيه ولتفاصيل يعني ما هذه المسألة. طيب بشكل عام، لأن الموضوع ده تأثر به المجتمع على طول فترة التاريخ الإسلامي أو تاريخ المسلمين لغاية اللحظة اللي احنا فيها النهاردة، لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي، موضوع مؤثر بشكل اجتماعي. طيب ازاي في قضيه في راس المعتقد الاسلامي او في اللاهوت الاسلامي تكون بتمس المجتمع بالشكل اللي بنتكلم عنه، والمساس ده يستمر لغايه اللحظه اللي احنا فيها؟ كنا عاملين صالون المره اللي فاتت عن المغاير الديني او عن فكره التعامل ما بين المجتمع الاسلامي والمغاير الديني والنظره للمغاير الديني في الخطاب القراني والى اخره، تفاصيل كتير. من نفس النوعيه برضو المغاير الديني اوقات بيحكم عليه مش ان هو شخص مختلف في الدين، بل مختلف في المله او مختلف في الفرقه او المذهب اللي هو بيتبعه كمذهب عقدي. يعني بنجد ان المسلمين من داخلهم، غير ان هم بينقسموا سنه وشيعه وغيره من الاقسام، بينقسموا كمان جوه مذهب اهل السنه والجماعه لمذاهب فقهيه، حنابله، مالكيه، شافعيه والى اخره. بينقسموا كمان جوه المذهب الواحد الفقهي ده بينقسموا كمان لمذاهب عقديه، يعني بتلاقي عندك في مسلم على مذهب يقول لك انا السنه والجماعه او منهاج السنه والجماعه في فهم النصوص وفي فهم الاحاديث، او تلاقي واحد تاني يقول لك لا والله نحن نؤول الاحاديث.
وتلاقي مذاهب وفرق كلامية زي الأشاعرة زي المعتزلة زي الماتريدية زي الكرامية زي الكلابية إلى آخره من مذاهب وفرق كثيرة. هم ليسوا بالضرورة زي المغاير الديني اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت كأهل كتاب وغيره من المعتقدات أو الأديان المختلفة، هم نفس الدين ولكن ملل مختلفة. فيحكم عليهم من منظور الاختلاف أيضا، اختلاف العقيدة، وينبني على هذا الحكم ربما أنهم مبتدعة وربما أنهم زنادقة وربما كمان أنهم كفار، يعني يتم تكفير أهل الكلام أو بين قوسين كما يراهم أهل السنة والجماعة أهل البدع. طيب لماذا نحن نعنى بالشخص يعني أو بشكل شخصي بشأن ما بين إسلام وإسلام، يعني ما بين مسلم معتزلي ومسلم إسلامي سلفي عادي اللي هو مذهب ابن تيمية وخلافه يعني أو حنبلي، هو برضو قضية إسلامية إسلامية؟ لا، للأسف نحن معنون بها. ليه بقى؟ لماذا يعني؟ لأنه مسألة النظرة النسبية، إحنا بنتكلم عن أن كل ما هو في الحياة هو شيء نسبي، هذه العلمانية كما نفهمها، فكرة أن كل شيء نسبي. مسألة الحقائق المطلقة أو ملاك الحقيقة المطلقة أو من يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة غالبا هم أصحاب الأديان، نحن لا ننازعهم في ذلك. يعني أنا لا أنازع من يعتقد أن دينه حقيقة مطلقة، له حق أن يعتقد، ولكن نزاعي معه في المسألة التي ترهقني وترهقه في هذه الحياة وفي هذا المجتمع الذي نعيش فيه، اللي هي إيه؟ فهمه لهذه الحقيقة المطلقة. يا عزيزي، بغض النظر كنت مسلما أو مسيحيا أو غير ذلك، اعتبارك أن الدين حقيقة مطلقة هو قرارك وشأنك الشخصي وإيمانك الداخلي لا أعنى به إطلاقا، ولكن فهمك للإسلام ومحاولتك لتفسير آياته ونصوصه وأحاديثه وتطبيقها في الواقع علي وعليك، ده فهم نسبي نتنازع ونتجادل في ده، ولا يمكن أن يكون هذا الفهم مطلق بأي حال من الأحوال. وبالتالي عندما نتناقش في أي أمر من أمور التشريعات أو أمور الأحكام التشريعية نتناقش على أن فهمك ده فهم مطلق، وأنا عمال أقول لك أن ده فهم نسبي ما هوش مطلق، وبالتالي إعادة النظر فيه واجبة والحكم عليه والأخذ والترك منه أمر واجب، بتحاول تقنعني أنه لا مفيش الكلام ده. طيب تعال بقى نروح على ما هو أجدر وأحرى أن يكون الشأن فيه شأن مطلق ولكن نجد أيضا أنه نسبي، فهم رأس المعتقد عندك، يعني رأس معتقدك الإسلامي أو المسيحي وغيره، كل الأديان تقريبا فيها نفس المشكلة، هو أصلا نسبي، ونسبيته دي شيء موضوعي، يعني نسبيته مش رأيي أنا الذاتي أو حكمي أنا الذاتي، لا، نسبيات الفهم هنا هي شيء موضوعي موجود قدامنا، نزاعات ومناظرات تمت في هذا الشأن وفي هذا المبحث، وتم فيه تأليف الكتب وتم فيه الرد على الكتب. يعني هتلاقي عندك مثلا في تأسيس التقديس تلاقي الرد على تأسيس التقديس أو نقد التأسيس، هتلاقي عندك كان يضع الكتاب ويرد عليه، تلاقي عندك تهافت الفلاسفة تلاقي عندك الرد على تهافت التهافت إلى آخره، فتلاقي عندك دايما في الكتاب وينزل الرد عليه، فده نزاع ويعني سجال استمر طول العقود اللي فاتت وربما طول القرون اللي فاتت. طيب محاولتنا للتعرض للمسألة دي من الزاوية الإسلامية هنناقشه ولكن بغير تفاصيل متعمقة. لماذا؟ لأنه ما هوش مكانه علمانيون أنه يناقش في المسألة دي بشكل متعمق أو بشكل يعني أكثر تفاصيل وتدقيقا في التفاصيل، ولكن نحن معنون زي ما قلنا بالهالة المحيطة بالفكرة نفسها وهي هالة النسبية في الفهم وليست هالة الإطلاق في الأمور. طيب نتكلم كده كمقدمة سريعة عن موضوع النهاردة، سواء التجسيد أو التكسيم. يعني إيه تكسيم أو تجسيد بالنسبة للمعتقدات الإسلامية؟ معناه أنه الإله على طول فترة تطور تاريخ الأديان كان الإله عبارة عن تصور أو تخيل، دائما ما يوضع له صورة، يعني هم يتخيلوا أن صانع الكون أو خالق الكون متمثل في إله يجلس على جبل أو أنه هو عبارة عن الشمس الفلانية والقمر، أن هم آلهة، لا عبارة عن هو الكيان الأقوى، لا يمثل له رمزيات مثلا زي أنوبيس وزي حتحور وزي كده، فإلى آخره من التصورات الذهنية. تقريبا على طول فترة التاريخ البشري ما كانش في حد واخد الجنب المضاد لده أو الفكرة المضادة أو المعاكسة لده، اللي هي فكرة تجريد الإله عن الصورة وتجريد الإله عن كل شيء وحتى عدم وصفه بأي صفة إلا أرسطو أو الفلاسفة بقى، كل يعني فكرة الفكر الفلسفي عموما، لكن الفكر اللاهوتي كان مضاد لده. الفكر الأرسطي كان من ناحية منطقية، ما فيش بقى ولا نبي ولا وحي ولا الكلام ده كله ولا كتب مقدسة ولا آيات ولا نصوص، فهو كان متجرد ومتحرر من فكرة النص، وبالتالي سمح للمنطق أو إعمال العقل بشكل منطقي في مسألة الإله، وبالتالي خرج لنا إله أرسطو الـ Unmoving Mover أو الإله المحرك الذي لا يتحرك.
إله لا بيتحرك، ملوش صفات، ملوش أي حاجة خالص تقدر تقول إن أنت سلبت عنه كل المعاني وكل الصفات الإيه المتاحة. لا شبهته ولا أقرنته ولا وصفته ولا قلت إن هو في جهة معينة ولا قلت عنه أي شيء. هو المحرك الذي لا يتحرك، كيان علوي أو يعني كيان كلي كل شيء كقدرة وإلى آخره، ولكن بسلب كل شيء عنه. فهو كيان صعب على حتى أصحاب الأديان إن هم يتخيلوا فيه الرحمة والرجاء بالمحبة والرجاء بالعطف والفضل علينا وأن يمن علينا وأن يهلك الظالمين وإلى آخره من الحوار العاطفي الذي ممكن ينشئه البشر مع الإله. إله بالضرورة ليست له مشاعر، إله أرسطو إلى آخره. ولكن لما نيجي ننظر للديانات الإسلامية مثلا أو الفرق والمذاهب والحاجات الإسلامية دي، بنجد إن هم بينظروا لكل من سواهم على إن هم كفار وعلى إن هم ما زالوا يصورون الإله، ما زالوا يقولون أن الإله في شكل صنم، وما زالوا يعتقدون أن الإله نزل على الأرض وتجسد وصلب، وما زالوا يعتقدون أن وإلى آخره. يعني فكرة أن المسيحي يشنع على المسيحي أنت تقول أن الإله نزل على الأرض وصلب، أنت تقول أن الإله ابن مريم كان في بطن أمه، أنت تقول يعني. والتشنيع ده ليس من صادر من عقلية المسلم فقط، هو موجود في النص. يعني تأسيس العقلية والذهنية دي جاي من النصوص، فكرة أنه المسيح ومريم أو المسيح وأمه كان إيه يعني يأكلان الطعام، فكرة أنهم لهم صفات بشرية يأكلان الطعام، هل ينفع يكون إله بيأكل الطعام؟ تعارض بالنسبة للمسلم إلى آخره. وابن القيم الجوزية لما كتب قصيدة بتاعة أتباع الصليب أو عباد الصليب لنا سؤال أو أتباع المسيح لنا سؤال، مش فاكر مطلع القصيدة، لكن كان بيسأل أسئلة كلها من النوعية دي، هل ضم القبر الإله ولا هل كان الإله موجود في القبر مضمون في القبر؟ طب هل كان يلتقم الثدي ويرضع؟ هل كان في رحم؟ هل الرحم حواه؟ يعني فكرة الإله ده هل في رحم قدر يحتويه؟ فلو أنت بتقول المسيح إله كل دي صفات لا تجوز على الإله، وخلاصة القصيدة ممكن حد يروح يدور عليها. طبعا فهم مخاطئ للمعتقد المسيحي، ولكن كان هو بيشنع ويشجن مسألة انه ازاي الاله يكون له صفات بشرية او صفات بمعنى احرى تجسيدية او تجسد الاله. طيب المسألة في النظرة دي يترتب عليها وينبني عليها ايه؟ ينبني عليها تكفير لكل من هو له معتقد مخالف، وينبني عليها ايضا نوع من ازدراء الاديان الاخرى او التحقير منها وتقليل من شأنها، وده يبان في مواقف كتيرة جدا، منها انه تلاقي فكرة حتى في نفس القصيدة بتاعت ابن القيم الجوزية لما اتكلم في الموضوع العقيدة المسيحية، لما قال لك ايه على الصليب، قال لك فدسه لا تبسه، يعني فكرة ان كيف تقبل الصليب والاله اتصلب عليه، المنطقي والاولى بالعقل انك تدوس عليه مش تقبله. ففكرة ان هو يهين فكرة الرمزية، لا يفهم فكرة الرمزية اللي عند الانسان سواء كانت يعني الرمزية دي صنم او الى اخره. نجد ان في مجازر وحروب حصلت في دول كتيرة جدا ضد اصحاب المعتقدات التانية على اعتبار انهم وثنيين، على انهم اصحاب اوثان. مجازر حصلت في الهند وما الى اخره من يعني المصائب او الكوارث التي ندم عليها كبشر عموما، فكرة انه يقتل انسان لخلاف معتقده، فمسألة كارثية. يعني فكرة ان تورق دماء انسان لمجرد انه هو وثني او في رأيك انت وثني، مسألة كبيرة. ولكن عندما نناقش الموضوع في الأمر الإسلامي، هل هو فعلا الإسلام مختلف؟ هل الإسلام فعل كما فعل أرسطو وقرر أن الإله هو المحرك الذي لا يتحرك؟ الحقيقة أنه لا، نجد أن في أصل المعتقد الإسلامي من الكتاب ومن السنة النصوص فيها خلاف كبير جدا. ومن هنا نرجع لمسألة النسبية في الفهم، نجد النصوص فيها خلاف في تأويل المعنى، وحتى في مسألة هل نؤول أصلا المعنى ولا لا نؤوله. يعني تجد أهل السنة والجماعة والحنابلة وإلى آخرهم يقولون أن نحن نثبت لله ما أثبته لصفات أو لصفاته من كمال وما يليق بالإله وإلى آخره. طيب، ونثبت ما ورد أو ما قاله الإله عن نفسه أو ما وصف الإله به نفسه من غير صرف ولا تحويل ولا تأويل ولا تعطيل ولا كل الأمور دي. فهم يثبتوا الظاهر من النص أو الظاهر من المعنى. لو قال الإله إن لدي يد يبقى لديه يد، لو قال الإله إن له ساق يبقى له ساق. طيب نصرف المعنى ما نصرفش المعنى. واستمر على كده المسلمون في وقت النبي وفي وقت الصحابة وفي وقت التابعين، لحد نقدر نقول كمان الثلاث قرون الأولى، وعلى الأقل أول قرنين على أقل تقديرات، يعني كان الناس فهم الفهم ده ما كانش عندهم أي مشكلة فيه، ربما امتد كمان لثلاث قرون الأولى. ولكن كان في شذرات بتطلع في النص، منها مثلا زي ما ممكن نقول الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان واحد من الناس اللي هو صاحب الفرقة الجهمية، يعني واحد من الناس اللي رفضت المسألة دي واعتقد انه لا، ثواني بقى نقف هنا يا جماعة، فكرة ان الاله ازاي يكون له ايدين وساق، وفكرة ان عندي احاديث بتقول ان خلق الله ادم على صورته، وفكرة انه في حاجات زي المسألة بتاعت انه له يدان في الحديث وانه هو يسمع له اطيط كاطيط الرحل لما يجلس على الكرسي، يعني الكرسي لما تقعد عليه زي كده يعمل صوت.
فالأحاديث دي بدأ يعمل العقل فيها وبدأ ينزع التفاصيل دي عن الإله ويجرده منها، وبالتالي عندك نص مش عارف تعمل فيه إيه، فبدأت تأوله لأنه لا يترافق مع ما تراه حقا على الإله وحقا في ذات الإله. فعلى سبيل المثال ممكن نتعرض مثلا لحديث اللي هو بتاع خلق الله آدم على صورته، لو هنمشي على حتى قواعد اللغة العربية فعلى صورته الهاء هنا تعود على أقرب موصوف كضمير يعود على أقرب موصوف أي يعود على آدم. ففكرة أنه من هو الذي خلق على صورته أي آدم، خلق آدم على هذه الصورة وعلى هذه الكيفية. ولكن العجب كل العجب أن المسلمون فهموا الحديث على أول قرون الإسلام، يعني فهموا الحديث فهم على أن خلق الله آدم على صورته أي على صورة الله، أن آدم مخلوق على صورة الله. اللي اعترض على ده كان الجهم بن صفوان يعني، وقال لك أنه ما ينفعش وإزاي وكده. بس نجد أن يجي بعد كده ابن تيمية عرضه في كتاب مثلا ابن تيمية لبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، في مسألة أنه لا كلام ابن الجهمية غلط وكلام الجهم بن صفوان غلط، خلق الله آدم على صورته الضمير كما فهمه الأوائل من الصحابة الضمير يعود على الله. طيب هل الله له صورة؟ طب إيه مشكلات أن يكون الله له صورة إلى آخره؟ دي مسألة ممكن نعتبرها يعني مسألة هي متعمقة شوية وبذورية شوية، ولكن احنا هنتكلم عنها بشكل ايه خفيف كده، بحيث ان هو يعني ما هواش الموضوع الرئيسي لنا ان احنا نناقش هل الله له صورة ولا لا او الى اخره، او فكرة الزامات المسألة دي. ولكن بالنسبة لابن تيمية ما يراه يعني متوافقا مع مبدئه ومع مذهبه ومع عقله، فكرة ان خلق الله آدم على صورته، ان الصورة هنا هي صفة ملازمة لكل موجود، لا يوجد موجود إلا وله صورة أو لا تنفك الصورة عن أي موجود، فكرة لا ينفك هذا العرض عن أي جوهر في الدنيا عرض الصورة، وبالتالي الإله لابد أن تكون له صورة، ولكن الصورة دي لا تدركها الأبصار. الله بذاته لم ينزع عن نفسه فكرة الصورة، لم يقل أنه ليست له صورة، لم يسلبها ولم يثبتها لنفسه. فيبقى ودي مسألة يعني واضحة قوي عند ابن تيمية في الفكر بتاعه، هي فكرة أنه بما أن الله لم يثبت لنفسه الصفة ولم ينزع عن نفسه أو ينفي عنه الصفة، فإذا القول في الصفة دي يعود إلى مسألة هل هي تليق بالله ولا لا تليق بالله، تقييم الصفة هل الصفة يراد بها حقا أم يراد بها باطل. يعني مثلا الله لم ينفي عن نفسه فكرة الصورة، ما ينفعش نطلع نقول الله له صورة، وبرضه ما ينفعش بالنسبة لابن تيمية نقول الله ليست له صورة، لا ينفع نثبتها لأنه ما أثبتهاش ولا ينفع ننفيها لأنه ما نفهاش. طيب ماذا لو خرج أحد وقال الله له صورة، هل نرد عليه بايه؟ قال لك لو كان قوله يراد به حق فتمام اوكي، يعني لحد دلوقتي ممكن نمشي مع اللي بيقول. طيب لو قوله ده يراد به باطل، يعني بيقول ان الله له صوره علشان يلزموا عنه الزامات اشكاليه او فيها نوع من انواع النفي حتى لوجود الاله مثلا بصوره منطقيه او الى اخره، هنا نرد عليه ونكفره. فالمساله عند ابن تيميه راجعه الى تقييمنا احنا الذاتي للمساله، ان احنا بننظر لها ونرى هل المساله دي توافق الهوى ولا لا توافق الهوى، توافق المعتقد والمذهب الاساسي ولا لا توافقه. ومن هنا نخرج لانه في حاجات كتير جدا حصلت، يعني تلاقي الاشاعره مثلا عندهم ان الله لا يعني الله فكره لا محال على الله فكره الظلم اصلا، مع ان عندنا نص في الحديث يقول ان الله بيقول اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، يعني فكره ان الظلم كان ممكن يجوز علي عادي وكان ممكن ان انا اظلم، انا الذي حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. بس لا الاشاعره بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها صفه الظلم اصلا تجوز على الله. فنيجي نسألهم طب لماذا تعتقدون هذا الاعتقاد؟ يقول لك لأن الظالم هو من يحكم في ملك غيره، لكن هو كله ملك الله، فلو حكم الله في ملكه كيف شاء ومتى شاء يحكم في ملكه أولا عن آخرا أيا كان هو الحكم. لو قرر أن يأخذ كل، لو أراد أن يذهب بالمسيح ابن مريم كما قال في القرآن، لو أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه تمام ومن في الأرض جميعا، فكرة أنه لا عايز يعمل كده هيقدر يعمل كده ولن يقال عنه أنه ظالم. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، لم يتصرف في ملك أحد آخر، ليست لنا حقوق أو ليست يعني وكأن الأشاعرة يعتقدون ليست لنا حقوق وليس لنا أي ملك حتى في ذواتنا في أنفسنا. فلو قرر الإله أنه يأخذ كل العباد وضعهم في النار، مؤمنين على طائعين على مسلمين على كفار كلهم في النار، هو يتصرف في ملكه أولا عن آخر، فهو لا يجوز عليه أن يوصف بالظلم أصلا. ولكن هذا تعارض مع الحديث كما قلنا يعني. طيب مسألة يعني مسائل كتير ممكن اتكلم فيها لغاية بكرة، مسائل زي ما ذكر الأستاذ معانا في مسألة المقدمة، فكرة اليد، فكرة هل الله له يد، هل الله له جسم، هل الله ينفع ان هو نقول له جسمية او صفة الجسمية او نجسد فكرة الإله. الحقيقة ان هنجد برضو فكرة التأويل بتأتي من ناحية المعتزلة من ناحية الأشاعرة، لكن مذهب أهل السنة والجماعة يثبت ان لله يدان، يثبت أن كلتا يديه يمين كما أتى في الأحاديث، يعني عندك الأحاديث أن لله يدان وكلتا يديه يمين،
نجد أن فكرة أن النزول من على العرش، يعني عندما يخطب إمام يقول أن الله ينزل من على العرش ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، أو هل من داع أستجيب له. فكرة أنه ينزل الإمام من على المنبر ويقول نزولا كنزولي هذا، ده موجود في المعتقد الإسلامي. ففكرة انه فكرة التجسيد وتشبيه الاله بالنزول من على المنبر، زي ما الامام بينزل على المنبر ينزل من على العرش الى السماء الدنيا نزولا كنزولي هذا، يقول هذا مسألة يعني فيها نوع من انواع التجسيد. مع ان نجد برضو ان في من خالف هذه المسائل نقلا عن الامام علي بن ابي طالب، فكرة انه هو وصف الاله بانه معرفة الله تقتضي توحيده او تقتضي الايمان به، ومن مقتضى الايمان به توحيده، ومن مقتضى توحيده طاعته الى اخره، الى ان يصل في مقدمه الخطبه الى مساله ان لا يمكن وصف الاله، لان من وصفه، احنا بنتكلم عن علي بن ابي طالب، فكره من وصف الاله تمام فقد قرنه، يعني وصفه بصفه معينه ووصف اخرا بصفه بنفس الصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد حد، يعني فكرة ان هو فقد حده او فقد وضعه في او فقد ثناه او فقد يعني عده او كده. وفكرة انه برضو من حده او من قال مثلا بان الله يرى فقد حده، ومن حده فقد حيزه. طب الاشكالات اللي من نوعية دي، فكرة ان الـ يعني فكرة ان يكون عند الامام علي في بوادر الفكر الكلامي عموما او فكر المتكلمة عموما، فكرة انه يعني انك تحد الله او انك تحيزه الى جهة، او فكرة انك تقول له صورة او له صفة، كان فكر متقدم جدا. يعني انا شخصيا حتى اشك ان الامام علي يكون هو فعلا اللي قال الكلام ده، ربما يكون الكلام ده نسب اليه. الكلام ده كان يعني نقدر نقول ادفانسد او متطور جدا عن الفترة اللي اتكلم فيها الامام علي، ولكن الفرق الكلامية لما جت قالت نفس الكلام تقريبا. طيب السؤال هنا ويرجعنا لمسألة النسبية بقى، نسبية فهم اصحاب الكلام ونسبية فهم لو كان الامام علي يعني هو اللي فهم الكلام ده الى اخره. نسبية الفهم دي هل هي لها ما يدعمها من النص؟ على العكس، بالعكس النص يعارض كل ده. النص قال عن الإله بصفات عديدة، قال إن هو نسب له أفعال إن هو يكره، يعني فكرة الملك كره الله بعاثهم فثبتهم، يعني إيه كره الله؟ عايز تكره الشيء يعني ما حبهوش، نفي للمحبة الكره. فكرة الحديث يقول لك إن الله يفرح بالعبد التائب، يعني إيه يفرح بالعبد التائب؟ فكرة الهروالة إن الله لو أتاني عبدي ما شاء أتيته هرولة، أو فكرة يعني فكرة الحركة، هل الله يتحرك أصلا وهل يتحرك بفعل الهرولة، يعني يتحرك بغير الهرولة، مسائل كثيرة جدا. فكرة وكلم الله موسى، وهنرجع للكلام ده بعدين، فكرة أنه كلم الله موسى، هل الله يتكلم بصوت وحرف طيب ولا من غير صوت وحرف إلى آخره، وإلزامات هذا السؤال. فكرة هل الله في جهة، الله في السماء الدنيا، ولما سأل الست الرسول سأل المرأة اللي سألها أين الله، فقالت له في السماء وأشارت بإصبعها يعني إلى السماء، فهل دي هل متحيز الى جهه ولا مش متحيز الى جهه، يمكن الاشاره اليه في مكان ولا ليس في مكان. ففكره ان هتلاقي عندك في الاسلام منهم من يقول ان الله موجود لا في مكان، او متسام عن الوجود او متسام عن المكان. فكره زي ما برضو بينسب الى الامام علي، فكره وقال ان هو ينسب الى الامام الحسين برضو، فكره ان الله هو الذي اين الاين فلا اين له، يعني ما تسالش عن الله مكانه فين، هو الذي اين الاين فلا اين له. متسام عن الوجود، فكرة ان هو لان لما نسأل هل الله موجود فالجواب نعم، طب اذا هل هو موجود في الوجود ولا في خارج الوجود، على اعتبار ان خارج الوجود ده شيء اصلا، لا هو موجود لا في مكان. ليه؟ لو قلنا هو موجود في مكان يعني محاط بمكان، يعني هناك مكان اكبر من الله، وكأن الكون الذي نعيش فيه عبارة عن صندوق كبير او فقاعة كبيرة والاله بداخلها، طب هل الاله بخارجها، هل في مكان خارجها، طب من الذي اوجد هذا المكان الذي بخارجها؟ فالفكرة صعبة على التصور او يصعب فهمها واستيعابها. طب نسأل هل الله موجود في زمان، يعني فكرة هل الله تسري عليه الأزمنة، يعني هل الله كان موجودا في زمن موسى أصبح موجودا في زمن محمد، وهل الله موجود في زماننا هذا، هل يجري عليه هذا الزمان ولا هو ينظر للزمان أي نظرة؟ يعني احنا عندنا في لما نيجي نتكلم في مسألة الزمن بنتكلم عن الزمن، إن عندنا في الـ A theory of time والـ B theory of time، أو النظرية ألف والنظرية باء في النظر إلى مسألة الزمن. هل الزمن عبارة عن شريط يتحرك؟ هي النظرية باء، النظرية ألف أعتذر، نظرية ألف الزمن شريط يتحرك ونحن نتحرك مع هذا الشريط او نكون نقاط على هذا الشريط، بينما نظرية باء هو كأن الزمن كتاب عبارة عن كتاب كله امامك فيه صفحات عدة، كل صفحات مفتوحة امامك،
فأنت ترى كل الصفحات في نفس الوقت، أنت فاتح الكتاب قدامك وترى الصفحة التي فيها موسى وترى الصفحة التي فيها المسيح وترى الصفحة التي فيها محمد، كلهم أمامك صفحات مفتوحة، أنت فقط تنقل بعينك أو بعينيك. فهل الله ينظر إلى الزمن ويعيش في زمن أصلا ولا لا؟ دي مسائل برضو طرحها المسلمون، طرحها الفلاسفة، فإلى آخره من الفكرة. أنا الهدف ليس هو مناقشة كل تفصيلة من كل هذه التفاصيل، ربما نمسك تفصيلة واحدة نتكلم عنها شوية لو عايزين، لكن مش هنتكلم عن التفاصيل لأن مش موضوعنا الرئيسي. موضوعنا الرئيسي هي نسبية الأفهام دي وما ترتب عليها، ترتب عليها تكفير وتسمية هؤلاء المتكلمة بأصحاب الأهواء والبدع. يعني الكتاب نفسه حتى اللي عمله ابن تيمية كنت بكلمه من شوية، فكرة تأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فكرة إن هو ده تلبيس، هو بيحاول إنه يبينه أو يوضحه في تأسيس البدع الكلامية. هو لا يعتقد، يعني لا يعتقد أو لا يعترف إن لهم حق أن يروا بنسبيتهم وبنسبية فهمهم النصوص برؤية مختلفة أو بمنظور مختلف. ويمكن الداعي كمان على ده ذكر مسألة إنه كان في الخميس الماضي مسألة لايف كان عملوه علمانيون، اللايف كان بيتكلم عن فكرة التطرف الديني. هما اتكلموا عن التطرف الديني، السادة اللي اتكلموا اللي شاركوا اتكلموا عن التطرف الديني، ولكن انا للأسف يعني لم يتسنى لي مشاركة في هذا البث، ولكن كان بودي لو شاركت معاهم اني اتكلم في مسألة التطرف اصلا يأتي منين، سواء بقى التطرف عند الملحدين اللي هما اتكلموا عن التطرف في الالحاد واتكلموا عن التطرف في الاسلام واتكلموا عن التطرف بشكل عام. هل التطرف اصلا يأتي من مصدر معين نقدر نمسكه؟ الحقيقة ان انا ارى ان الاجابة نعم، يأتي التطرف عادة من مسألة اعتقاد أن الفكرة التي أنت تعتقد فيها هي صحيحة 100%، أو فكرة حرية المعتقد عندك تكون سقطة، تكون وقعة أو غايبة. لماذا تكون حرية المعتقد عندك غائبة؟ لأن أنت تعتقد أن مفيش حاجة اسمها معتقد آخر غير معتقدك، كل المعتقدات التانية باطلة، كلها مش صح، وبالتالي مفيش حاجة اسمها حرية معتقد أو حرية معتقد. فكرة أنه يعني إيه حرية؟ يعني تعتقد ما تشاء؟ كده كده أنا معتقد الوحيد الصح، فأي معتقد آخر هو أنت مالكش حق أنك تعتقده أصلا، ولو اعتقدته فأنت كافر. وده جاي منين؟ ده جاي تاني من قلنا وهم الحقيقة المطلقة، أنا أمتلك الحقيقة المطلقة وأفهمها بشكل مطلق. لا، لك الحق أن تعتقد أنها حقيقة مطلقة، وللمسيحي أن يعتقد أن دينه حقيقة مطلقة، وللعلماني وللبوذي وللهندوسي وللملحد ولكل الناس أن تعتقد أن أفهمها ورؤيتها للحياة تمام نسبية، ولكن ما تعتقد في صحتها وحقيقة مطلقة هو حقيقة مطلقة، لكن الفهم نسبي. ترتب على ده تكفير هؤلاء. فيعني فكرة أنه ما ترتب على مسألة وهم امتلاك الحقيقة المطلقة والفهم المطلق ترتب عليه تكفير، وترتب عليه قتل، ترتب عليه أن في ناس قتلوا، في فلاسفة، في مسلمين عموما قتلوا بسبب مسألة دي، ضحايا مسلمين لهذه المسألة. أنا أتكلم هنا بقى عن ضحايا من الكفار، الفساق، عباد مش عارف إيه، لا أتكلم عن الوثنيين، لا أتكلم عن كل هؤلاء. فالمسلم عمره والمؤمن بشكل عام بأي فكرة عمره ما هيعتقد ان الناس عندها حرية الاعتقاد والناس عندها حرية التعبير عن معتقداتها المختلفة عني والتي لا اؤمن بصحتها، ولهم الحق في تمثيل اي شيء وتصوير اي شيء. يعني لما يجي حد يتكلم عن النبي محمد انه في حد مثلا عمل له صورة كاريكاتير ويقول لك لا الا رسول الله ومش الا رسول الله، هو انت من حقك تعتقد ان نبي محمد نبي حقيقة مطلقة، هو من حقه ان هو يرى تراث النبي ده او الشخصية التاريخية بالنسبة له بقى، هو من حقه يراها ابتداء ليس نبي، من حقه ان هو يرى ان هو شخصية تاريخية، من حقه ينتقده، من حقه يرى ان افعاله دي اللي انت شايفها افعال كويسة جدا هو شايفها افعال مش كويسة خالص، من حقه ان هو يعتقد ده لان فهمك نسبي وفهمه هو نسبي، فمن حقكم تعيشوا على ارض واحدة ومن حقكم انتوا الاثنين تعتقدوا الاعتقاد واحد، او حرية الاعتقاد مكفولة للجميع. ده اللي بنتكلم وبنحكي فيه دايما، هي دي الفكرة، وهو ده الباعث على مناقشة الموضوع. يعني ربما جمهور علمانيون لا يهتم اصلا بمناقشة، او ليس كل جمهور علمانيون يهتم بمناقشة مسائل لاهوتية في الاديان عموما، ولكن لابد من التعارض للمسألة دي. طيب ممكن ناخد امثلة مثلا الموضوع واصل لاي درجة، هل نحن نفخم الموضوع او يعني نكبر من حجمه يعني ونعمله حوار كبير وهو ما هوش كده؟ الحقيقة ان لا، نجد مثلا انه تعال نبص على آية في القرآن مشهورة جدا اللي هي آية التجلي، او فكرة الآية بتاعت موسى لما كلم الله عند الجبل وقال له رب أرني أنظر إليك، فرد عليه الإله قال لن تراني. فكرة ان الإله لم ينفي عن نفسه فكرة الرؤية، قال له لا انا لا أرى يا موسى، لا هو قال له لن تراني. طيب لماذا لن تراني؟ فكرة انه هل في هناك مانع او في حاجة تمنع ان الإله يرى؟ وما هي ربما، او ربما تكون يعني ما هي اللي نقدر نفهمه من الايات بدون اي نوع من انواع الاجتهاد في المساله؟ هو ان موسى لن يستطيع ان يرى الاله، فكره الاطاقه او فكره ان هو لن تطيق، لن تراني لانك لن تطيق،
أن تراني، مش هتتحمل رؤيتي. ولكن ليس لأن الله لا يمكن أن يرى، وهنتكلم عن المسألة دي بعدين. طيب، قال لا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني ينفع لله يرى، يعني لو الجبل أطاق رؤية الله موسى هيرى الله، يعني فكرة أن الله يمكن أن يرى. ومن هنا هنقول بقى إيه اللي حصل بعد كده على الجملة دي تحديد. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، يعني فضل ثابت مكانه، فسوف تراني. طيب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال إني تبت، إلى آخر الآيات. طيب، ففكرة إن موسى صعق أو اتخض من منظر الجبل وهو بينهار، فكرة إن جعله دكا يعني سواب الأرض، وقع الجبل أول ما تجلى ربه للجبل. نجد التفسير مختلفة تماما في المسألة دي، ونجد بقى بناء على التفسير وما استنبط من هذه الآيات من قضايا تلاقي المسلمين مختلفين مع بعض. فتلاقي مثلا عندك حد زي المعتزلة مقتنعين الإله لا يرى، في حين ان بناء على آية زي دي تلاقي المشاعر عندهم الإله يرى دنيا وآخرة عادي جدا، الإله يمكن أن يرى، ولكن فكرة انه ما حدش هيتحمل رؤية الإله. طيب، وعليها مسائل برضو مترتبة، يعني فكرة ان الإله يرى دي يعني مسألة معقدة شوية. طيب، والمعتزلة بينفوا عن الإله الرؤية والصورة. طيب، ودول لهم إلزاماتهم ودول لهم إلزاماتهم ودول لهم استشكالاتهم ودول لهم استشكالاتهم. تاني، عودا إلى مسألة النسبية، هي دي الفكرة. ما ينفعش يطلع المسلم الأشعري يقول والله المعتزلة كفار لأنهم بيعطلوا أو بينفوا صفة الرؤية عن الإله أو فكرة أن الله يرى، استنادا برضو على نصوص من نوعية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكرة أنه على فكرة، يعني بالمناسبة، فكرة المعتزلة وفكرة يعني الجهمية، الجهم بن صفوان هو اللي قال فكرة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وفاهم منها مسألة أن الله لا يرى، واللي خدوها بعد كده المعتزلة وإلى آخرهم من نهجوا هذا النهج. نجد ان حتى الفرق الكلاميه كانوا احيانا منهم او اتباع او معتقدين بصحه او بمسائل الفرق الكلاميه كانوا بيردوا على بعض ردود، غير بقى ان السلفيه بيقولوا عليهم مبتدعه، هم نفسهم بيردوا على بعض يقولوا ايه، هم نفسهم يتكلموا عن بعض يقولوا يا افراخ المعتزله يا مخانيث او يا مخانيث المعتزله ويا افراخ الجهميه والى اخره، من نوعيه التشبيهات والشتائم ان صح لنا القول، يعني مساله ان هي شتيمه، يعني ما معنى يا مخانيث المعتزله او يا افراخ الجهميه الى اخره من اوصاف كانوا يصفون بها بعض. فحتى احترام الاخر سقط لعدم احترام قناعاته ولعدم احترام حريته في اعتقاد ما يشاء او في حريته ان يرى الدين من وفق اي منظور هو يراه. فنجد مثلا مسألة رؤية الله زي ما قلنا، او مسألة كلام الله، هل كلام الله صفة قديمة ولا هل كلام الله حادث؟ هل مسألة ان الله يتكلم بصوت وحرف، لان الله لو يتكلم بصوت وحرف اذا في حروف متتابعة، او ان هو قال الصوت والحرف جملة واحدة. طيب، لو قال الله الصوت والحرف، فكرة ما تكلم بصوت وحرف جملة واحدة، تمام، يعني دفعة واحدة مش مترتبة، مش كلمات وحاجات مترتبة، هيبقى الكلام لا يفهم، فالقول ده باطل، لأنه الذي يفهم من الكلام هو ترتيب الحروف بداخل الكلمة وترتيب الكلمات والضمائر بداخل الجملة الواحدة وترتيب الجمل داخل السياق حتى يفهم الكلام. فلا يصح أن نقول أن الله قال كل الكلام بصوت وحرف جملة واحدة، ولا ينفع أن نقول برضو أن الله قال الكلام بصوت وحرف أصلا، أن الصوت والحرف يصدر عن أداة. طيب، يعني يصدر عن أداة، أو فكرة حتى أن يرى الله، يرى الله بأداة ولا بغير أداة؟ يعني لما نيجي نتناقش عن مسألة رؤية الله بالنسبة للأشاعرة يقول لك هل الله يرى بأداة ولا بغير أداة؟ يعني إيه بأداة وغير أداة؟ يوسف لما قال لأبوه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هو رآهم، هل رآهم بفكرة الأداة ولا مش بغير أداة؟ رآهم رؤية المنام، رؤية الحلم. إبراهيم لما قال لإسماعيل إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ففكرة ان انا شايف في المنام ان انا بتضحك، هل كانت رؤية لشيء حقيقي يحصل في الواقع ولا كانت الرؤية بمسألة الاداء العين؟ لكن لما موسى قيل في حقه فلما رآها تهتز كأنها جان على العصا، لما القى العصا والقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ففكرة ان هو مسألة الرؤية هنا كانت بالاداء، فهل يرى الله باداء ولا بغير اداء؟ طيب، لما نلاقي عندنا آية في القرآن يمكن تأويلها ويمكن فهمها فهمين مختلفين، لما يتقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها ناظرة، تلاقي إن عندك في من يفهمها على الظاهر من النص أن إلى ربها ناظرة أي ناظرة إلى الله، ناظرة إلى السماء، كما طلب موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، كان يعتقد هنا بمسألة النظر أي الرؤية. وما بين أنه إلى ربها ناظرة يعني منتظرة قاعدة مستنية ربنا. والحقيقة أن الفهمين يمكن أن يفهموا عادي، يعني مش هنقول في فهم منهم باطل، بالعكس، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة
ده ممكن يفهم من القرآن. ليه؟ لأن هتلاقي بعد كده في المجيء فكرة أن الله يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا. بالمناسبة ده ياخدنا برضو لمسألة المجيء، هل إثبات صفة المجيء إلى الله؟ مجيء يعني أن الله يتحرك من مكان إلى مكان، الله يكون في مكان ثم يجيء إلى المكان الذي نحن فيه، هو كان في مكان غير الذي كنا فيه أو غير الذي نحن فيه الآن، هو في مكان آخر فأتى إلى مكاننا. فمسألة أنه أو أتى إلى مكاننا، فمسألة أن الله يجيء صفة المجيء هل هي صفة برضو ننفع نثبتها؟ الإله بالنسبة له تكلم عن نفسه وأثبت لنفسه، فنلاقي برضو أن المؤولة يأوله يقول لك أنه لا، المجيء هنا بمعنى مجيء أمر الله، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، والملائكة صفا صفا أي والملائكة كانوا مصطفين أو مصفوفين. تقول لك مثلا زي إيه؟ زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل الإتيان هنا إتيان حقيقي ولا إتيان مجازي؟ إتيان حقيقي. ليه؟ لأن الأمر أتى إتيانا حقيقيا، صدر الأمر. ولكن الناحية التانية لما يقول لك وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، المجيء هنا مجازي، لأن الله لم يجيء فعليا بل جاء أمره فهو مجاز. وفكرة أن احنا نؤول، يعني إيه التأويل اللي مش فاهم؟ يعني إيه تأويل؟ أبسط تعريف لكلمة تأويل أن احنا نصرف المعنى، أو تأويل المعنى يعني أن احنا نصرف المعنى عن الظاهر لوجود قرينة، قرينة نصية، قرينة عقلية إلى آخره. المهم أن عندنا قرينة تخلينا نصرف المعنى أو ناخد القرار أن احنا نصرف هذا المعنى عن ظاهر النص. زي إيه مثلا؟ زي لما أقول رأيت أسدا اليوم، يعني ايه رايت اسد؟ انا رحت ركبت حياه مواصله، حياه اجتماعيه عاديه في المجتمع في الشارع. كلام يحتمل ان انا كنت رايت اسد بالمعنى الحقيقي وربما المعنى المجازي. المعنى الحقيقي ان انا ذهبت الى حديقه الحيوان او رايت الاسد ولكن في التلفزيون او في الموبايل وانا بقلب مثلا في التليفون او حاجه فرايت اسد، صوره اسد. وربما يكون الكلام معناه مجازي، رايته رجلا شجاعا او شخصا يتخذ موقف شجاع. فالكلام هنا يحتمل الاثنين. وهو ده بالمناسبه الحال في اغلب ايات القران اللي بتتعرض لمساله الصفات، انه ممكن يمشي فيها الحالتين، زي حاله المجيء، زي حاله اليدين. صفه اليد في الاله مثلا لما اتكلم عنها في الاسلام قال لك ايه؟ يد الله فوق ايديهم. هنا هي للمجاز، هي مساله ان ما ينفعش يقول يد الله فعليه كانت فوق ايديهم بجد. ولكن لما يتكلم مع ابليس يقول له يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فكره انه هو فعلا ربما يكون خلق ادم بيديه، ما المانع؟ ما هو قال انه هو لديه يدين في الحديث، النبي قال عن الاله انه له يدين وكلتا يديه يمين. والإله نفسه قال صفة اليد عن نفسه أولم يرى مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فكرة أنه عملت أيدينا يعني عملت صنعتنا أو يد صنعت يدنا. ما خلقت بيدي، فكرة الخلق باليدين، واليدين هنا كانوا بالمثنى، يعني فكرة أنه حتى لما نقول لا تؤول هنا بيدي على مسألة القوة أو القدرة أو كده القدرة على الخلق، لا، هي اللي تنسب أو تؤول لمسألة القدرة على الخلق أو لصفة القدرة عموما أو لصفة الكرم والعطاء عموما إلى آخره، أو بصفة التأييد زي يد الله فوق أيديهم. عادة ما تكون اليد في الصيغة المفردة أو الصيغة الجمعية، يعني نتكلم بصيغة الجمع أو الإفراد. لكن صيغة التثنية فكرة المثنى مش واردة قوي عند العرب، فكرة ان هم يستخدموا اليدين في المثنى لفكرة القدرة او لفكرة القوة او لفكرة الكرم او الى اخره. فنجد مثلا انه اليهود لما اتقالوا عن الاله وقالت اليهود يد الله مغلولة، تمام، يد الله، ما قالوش يد الله بالمثنى، قالوا يد الله مغلولة. يعني ايه مغلولة؟ يعني بخيل مش عايز اصرف. ده اليهود اللي قالوا كده. رد عليهم الاله في على لسان يعني الوحي وكده، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فتكلم عن اليدان هنا بالمثنى، كان ممكن يقول بل يده مبسوطة ينفق كيف يشاء، ونفهم من يده بالمفرد هنا على العطاء والكرم، على الإنفاق، على العباد، على الرزق، يد الرزق. لكن لما يقول بل يداه مبسوطتان يبقى لا، الإله بيثبت لنفسه صفتين. وهنا ده ياخدنا يعني بالمناسبة لفكرة انه من حق بقى الشخص اللا ديني او حتى المعتقد بأي ايمان تاني غير ايمانك الشخصي او ايمانك الديني كمسلم، انه هو يقول لك الاله عندك ما يختلفش كتير عن الالهة الوثنية، كل الحكاية ان انت بس نزهته شوية عن التصور والتكسيم والتكسيد، لكن برضو انت وضعت له تكسيد وتكسيم من نوع اخر، يعني انت وصفته بصفات هي كلها صفات جسمية. واللي بالمناسبة بيقر به الإمام ابن تيمية، يعني ابن تيمية خلي بالك لما تيجي تسأله في مسألة الجسمية، ابن تيمية ما هوش مجسم باللفظ، يعني هو بيقولش إن الإله جسم وبيقولش إن الإله له جسم. وفي نفس الوقت برضه ابن تيمية لا ينفي صفة الجسمية عن الإله، ويمكن الناس كتير ما تعرفوش، يعني في ناس بيقولك الإله دايما ملوش جسم عند ابن تيمية، وابن تيمية بيرد دايما على المجسمة، دايما يرد على المجسمة. لا، هو الحقيقة إن احنا لو بصينا في فكر ابن تيمية هنلاقي ابن تيمية كله تكسيم، ولكن التكسيم بالمعنى وليس باللفظ، يعني ما بيطلقش لفظ الجسمية.
وابن تيمية بنفسه بيقول الكلام ده على فكرة في تأسيس في بيان تلبيس الجهمية بيقول الكلام ده وبيقوله في أماكن مختلفة. يعني فكرة إنه مسألة إنه بما أن الرعيل الأول من الصحابة ومن الناس اللي كانت مجاورة للنبي وبما أن التابعين لم يفهموا مسألة التقسيم بالشكل اللي بنتكلم عنه وما قالوش حاجة عن الموضوع ده وما تكلموش فيه خالص وبما أن النصوص أصلا الموجودة عندنا الثابتة من كتاب أو سنة لم تتعرض لمسألة التقسيم باللفظ ولم تقل كلمة تقسيم فلم يرد وصف أو ذكر كلمة تقسيم لا إثباتا ولا نفيا وبالتالي لا يمكن لنا أن نثبتها كصفة ولا يمكن لنا أن ننفيها. يعني حتى الذين يثبتونها لا يمكن أن ننفيها عليه أساس. لا يوجد ما يتعارض مع كلمة جسم بالنسبة لابن تيمية ويرى أن خلق الله آدم على صورته الضمير عائد على الله، الله صورة الله، وأن كل موجود قائم بذاته له صورة ولا بد أن تكون له صورة. طيب مشاكل الصورة إيه؟ مشاكل الصورة برضو أن الصورة محدودة ولو كانت الصورة ترى سواء بأداة أو بغير أداة زي ما قلنا عند الأشاعرة لو كانت الصورة ترى بأداة زي العين ده معناه أن لها وجود مادي لأن العين هترى صورة لها وجود مادي ولها أبعاد معينة لكن لما نقول أن الصورة صورة رؤية زي رؤية النائم فعلى الأقل أنت عندك الصورة لكن مش بالضرورة يكون لها بعد مادي أو جهة مادية. يعني أنا عارف أن الشيء المادي اللي أنا براه بأداة العين دي هو قدامي. يعني فكرة لما قلنا وصفنا حال موسى لما قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا هو رآها أمامه قادر يشاور عليها. لما أقول إني أرى 11 كوكبا ده في المنام هل يقدر يقول الكواكب دي كانت في جهة معينة أو أنها بالضرورة في الواقع تقع في جهة أو في مكان معين في الواقع؟ لا، بس هو رأى 11 كوكبا أمامه ورأى الشمس والقمر كلهم في نفس الجهة في نفس الزاوية اللي هي مش بالضرورة تكون واقعية أو مطابقة للواقع إلى آخره. تاني احنا مش موضوعنا ويمكن انا عمال يعني اخد قفزات ما بين القضايا والمسائل دي لان احنا مش موضوعنا لا مناقشة قضية واحدة ولا مناقشة مسألة دي. احنا النص الاول من الصالون كله هيتكلم عن فكرة نسبية الفهم. النص التاني هنتكلم عن موضوع ربما يكون يعني تقني شوية بقى في الفهم في المسألة دي وفكرة انه تعالى بقى نتكلم عن فكرة التجسيد ما بين الاسلام وما بين كل المعتقدات. هل التجسيد اصلا فكرة منبوذة بالضرورة وهل نبذها الاسلام؟ من هنا ممكن ننطلق للجزء الثاني من الموضوع. الحقيقة نجد انه الاسلام ما هوش الدين الروحاني او الروحي 100% كده بشكل خالص بعيدا عن التجسيم وبعيدا عن التجسيد. الاسلام لم يستطع عن التخلي عن فكرة التجسيد اصلا. احتفظ بفكرة التجسيد سواء زي ما كنا بنتكلم من شوية في مبحث الاله على انه الاله على العرش استوى انه هو مستوى على العرش فكرة ان هو بينزل الى السماء الدنيا من السماء اللي هو فيها ينزل الى سماءنا الدنيا له يدين كلتا يديه يمين له ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى سجود. تجد التفاسير بتقول انه يكشف عن ساق الله في حين المعتزلة يشوفوها انه لا الساق هنا بمعنى القوة والعظمة. يعني ايه يكشف عن عظمة الله؟ طيب يعني اشرح لي كده يا استاذ المعتزلي اشرح لي يعني ايه يكشف عن عظمة الاله يعني. ولكن هو يرى ان لها فهم وانا ما عنديش مشكلة ان تتعدد الافهام. انا مش ضد تعددية الفهم ولا اطعن في صحة المعتقد عشان في افهام متعددة. النص حمال اوجه النص ممكن ان هو يفهم اكثر من فهم ويرى من اكثر من منظور ومن اكثر من زاوية وانا بالنسبة لي ما فيش مشكلة في ده. انا مشكلتي ان انت بتقول ان انا بفرض رؤيتي الوحيدة على انها حق مطلق او على انها حقيقة مطلقة وبالتالي كل ما عداها اما مبتدعة او فساق او كفار او اديانهم باطلة وبالتالي ممكن يقتلهم ممكن يضطهدهم ممكن ينبذهم الى اخره. طيب نرجع بقى عودا على فكرة عدم تخلي الإسلام عن فكرة التجسيد أو عن فكرة التجسيم ده النص الثاني بقى من نقاشنا النهاردة واللي هو محوري شوية يعني ممكن نتكلم فيه. يعني محوري أقصد بيها أنه هو له قضية واحدة كده صميم القضية أو صلب القضية على عكس مثلا فكرة أنه كنا بنقفز قفزات على كل إيه نص بيقول صفة معينة والخلاف اللي فيها بشكل سريع. طيب هنا في موضوع محوري شوية. طيب إيه اللي موجود في المحور هنا؟ هو فكرة عدم التخلي بشكل إزاي؟ الإسلام لما جه رفض أهل مكة وعقيدة أهل مكة في تجسيد الإله أو اعتبار أن الإله له صور أو أن الإله له أصنام تصفه أو على الأقل يعني هو كما يراه. طبعا هم يعتقدوا أن هي الأصنام دي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولكن هو يرى أن هم وصفوا الإله بهذه المسائل أو أن هم وصفوا الإله بشكل أصنام. طيب هل الإله تخلى بالكلية عن المسألة دي؟ الإسلام أسف تخلى عن المسألة دي. الإسلام جسد الشيطان فكرة ان الشيطان الكائن الميتافيزيقي ما قدرش برضو ان هو يتصوره او يتخيله الا في صورة فتلاقي عندك الاحاديث تزخر بتخيل الشيطان على صور.
تلاقي ان عندك فيه لو قدرت عايز ترسم صوره كده للقران تلاقي فيه احاديث كتير منها اذا ان الشيطان لو تحرك اقبل وله ضرات وتلاقي وتكلموا عنها وتلاقي انه مسائل ان الشيطان عندما يتزوج له في كل فخذ مساله انه له في كل فخذ عضو مختلف عن الاخر فيطبق الفخذين على بعض فيخلف نجد ان الشيطان بيبيض في بعض الاحاديث فمسائل غريبه جدا ويعني تكاد تكون مضحكه في تصورهم عن الشيطان وتقول لي مفيش تكسيم الشيطان ايه اللي بيبيض وله افراخ يعني مش فمسائل كثيره جدا طيب تلاقي ان عندك غيره مسائل انه لابد من فكره بيت الله الحرام فكره البيت البيت المعمور فكره ان لابد من زياره البيت ده والطواف حواليه فكره ان نجسد الشيطان في البيت ده او تبع البيت ده في رحله الحج دي نجسد الشيطان على شكل عمود او على شكل حجر او على شكل حائط المهم نجسده في شكل صخر علشان نضربه ونرجمه بجمرات فكره ان يتخيل الشيطان على انه هو تارجت او على انه هو هدف مش على انه شيء معنوي يعني تعالى اقول لك انا ايه التصور اللي ممكن نرى به الشيطان بشكل معنوي وسواس زي الوسواس القهري بالظبط الوسواس القهري او الناس اللي عندها وسواس قهري هل هو متمثل في شيء هل العلم راى الوسواس القهري عباره عن شيء متجسد لو طلع يستمع او يتسمع الى الملأ الاعلى اتبعه شهاب ثاقب يعني ترجمه النجوم رجوما للشياطين يعني رجوما يعني في تارجت في هدف وبنرجمه بنحذفه بالشهب والنيازك فنقتله او نصيبه فكره ان هو موجود هنا في الارض بنحذفه بطوب وبيكون مربوط ومتسلسل ومقيد لا الوسواس القهري مثلا تم النظر اليه على انه شيء وسواس شيء مش موجود في الوجود كوجود مادي فنفس الفكره كان يمكن ان يرى الشيطان بهذه الكيفيه لكن ما منع الاسلام ان يرى الشيطان بهذه الكيفيه ده السؤال والى اخره من مساله تجسيد مساله الشيطان طيب هل الملائكه لم تجسد نجد برضو ان الملائكه تم تجسيدها فنرى ان مثلا جبريل لما يقول النبي ان جبريل اتاني وان هو له 600 جناح يعني ايه له 600 جناح بعيدا عن فكره اصلا هل الطاقه البشريه تقدر او العين البشريه دي تقدر تعد 600 جناح بمجرد النظر يعني اعتقد ان معلومه ال 600 جناح دي لابد ان يكون النبي سال عنها جبريل قال له انت عندك يعني بعد ما خد منه الوحي والايات ساله قال له انت عندك كم جناح فقال له دول 600 ما هتجيش غير كده لكن فكره ان بمجرد النظر تعد 600 جناح وبغض النظر عن سؤال 600 جناح هل ضروري يكون عندنا 600 جناح علشان جبريل يطير ولا هي يعني بقوه الجناح ولا بعدد الاجنحه ما ممكن نعمل جناح واحد بقوه ال 600 جناح ولكن الى اخره مساله بغض النظر حتى لو جبريل تصوره للاسلام او اتى في الاسلام على هيئه 600 جناح هي هيئه تجسيديه وصفه جسديه تماما طيب ناخد معانا كمان ممكن ايه مثلا في مساله الملائكه الملائكه لما اتت للنبي وهو جالس وسط الصحابه وتكلمت معه زي جبريل لما اتى على صوره رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يرى عليه اثر السفر وراح اسند ركبتيه جبريل اسند ركبتيه الى النبي تمام يعني راجل بشعر اسود وثياب بيضاء وبركب كمان ورجلين يعني مش صوره حتى صوره عاديه لا ده نزل وطى اسند ركبتيه الى النبي ووضع يده على فخذي النبي له يدان اهو تمام على فخذي النبي وقال له ما الايمان وما الاسلام ويعني فكره انه سالوا بعض المسائل في العقيده الاسلاميه وبعدين الراجل قام ومشي فسأل النبي الصحابة اللي قاعدين حواليه عمر بن الخطاب إلى آخره أبو بكر وقال لهم أتدرون من هذا؟ قالوا من يا رسول الله؟ أو في رواية تانية قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتى يعلمكم دينكم فكرة أن جبريل أتى عشان يعرفكم الدين لأن هم الصحابة تعجبوا قالوا يعني نعجب من أمر هذا الرجل يسأل النبي ويصدقه يعني يسأل النبي ويصدقه يعني هو الرجل ده أتى وبعد ما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع يده على فخذي النبي قال له مثلا ما الإيمان فقال النبي الإيمان كذا وكذا وكذا وبعدين يقول له صدقت الرجل يقول للنبي صدقت فمعنى صدقت أو أن تقول له صدقت أو تصدق على كلامه معناك أنك كأنك تختبره أو تريد أن تسمع جوابه لكنك تعلم الجواب الصحيح تريد فقط أن تسمعه منه فيقول له صدقت فقالوا للصحابة يعني نعجب يسأل ويصدق وإلى آخره طيب المسألة دي نسأل فيها سؤالين السؤال الأولاني هو ليه الملائكة لابد أن تجسد إما ما بين نظرية 600 جناح أو نظرية الرجل الشديد بياض الثوب الذي لا يرى عليه أثر السفر وإلى آخره يعني لماذا يتم تجسيد الملائكة عموما في شكل جسد فكرة انه اسناد اليدين والركبتين والصفات الغريبة دي والمسلمين قبلوها عادي مفيش اي مشكلة يعني انت النهاردة لو قلت الكلام ده في حق جبريل المسلم بيقبله عادي بس لو قلت له مثلا انه الصحابة مثلا عايزين نعمل عمل درامي او عمل سينمائي ونجسد فيه الصحابة اللي هم ليسوا انبياء حتى يعني لم يتلقوا وحي ابدا وليسوا انبياء ولا مجرد بشر صودف زمانيا لم هم حتى مصطفين اخيار ولا الى اخره صودف زمانيا وجغرافيا وجودهم حول الانبياء
او تحديدا حول النبي محمد. فنجد ان لا، المسلم عنده مشكله كبيره في المساله دي، في حين ان المسيحي ما عندوش ادنى مشكله ان يسوع يجسد في شكل انسان عادي على صليب عادي في تمثال او في صوره او حتى في عمل سينمائي او درامي، ما عندوش اي مشكله. ففكره استهجان المسلم لفكره التشبيه والتجسيد في حق بعض الحاجات وقبولها في حق حاجات تانية، واللي بالمناسبه يمكن ابن تيميه نفسه اتكلم عنه في بعض كتبه، فكره ان هو وتحليلا حتى يعني لاخرين من الشيوخ مساله انه الامر ورد في النص ولا ما وردش في النص، هي دي الفكره. يعني ورد في الاحاديث تجسيد الشيطان، تجسيد الملائكه، فما فيش اشكال في ده، ولكن لم يرد تجسيد فكره الاله مثلا او صوره الاله ان هو في جسد. طيب لما تقول ان الاله له يدين، ولما تقول ان الاله له ساق، ولما تقول ان الاله له كذا كذا، ايه اللي يفرق ده عن فكره ان تقول الاله له جسم لا كالاجسام؟ يعني انت قلت له يدين ليست كالايدي، له صفات ليست كصفاتنا عموما، يعني ليس كمثله شيء، وهو سميع الايه البصير. فكره ان الاله له صفات ليست كصفاتنا، فهنا هو مغاير عنا وليس مزايلا عن الصفه. يعني هو ما هو يتصف بصفه السمع برضه، بس سمعا لا كسمعنا، يتصف بصفه اليدين لكن يد ليست كايدينا، يتصف بصفه الكلام لكن كلاما ليس ككلامنا الى اخره. بالمناسبه كنت بقول لكم اشكال الصوت والحرف ايه؟ اشكال الصوت والحرف ان هو مفتقر الى اداء، يعني انا عشان اطلع صوت وحرف من عندي فانا محتاج عشان اطلع الصوت الى الاحبال الصوتيه، ومحتاج عشان اطلع الحرف الى لسان وشفتين واسنان عشان اقدر اطلع مخارج الحروف. فهل الاله يطلع الصوت بصوت والحرف؟ ما لا يطلع بصوت وحرف، اذا لزم عن هذا القول ان الاله له اما حنجره او ما يوازيها، حنجره ليست كحناجرنا يا سيدي، وله لسان ليس كالسنتنا، وله اسنان وشفتان ليست كشفتنا واسناننا الى اخره. ودي مسائل كتير والى اخره. لو هنتكلم عن من الاخر، لو هنتكلم عن صفات الاله والنظر اليها من عند المسلمين بفرقهم المختلفه والاشكالات اللي عندهم كلهم، هنجد ان كلهم تقريبا عندهم وجهه نظر. على اي موقف هتاخده، اي ستاند بوينت او اي موقف هتقف عنده، هتكتشف ان عندهم وجهه نظر. فمش هتقدر تقول ان دول بالضروره صح ودول بالضروره صح ودول بالضروره صح، او دول بالضروره خطا ودول بالضروره خطا ودول بالضروره خطأ. مش هينفع. وهي دي نسبيه الافهام اللي بتكلم عنها. دي نقطه. تاني نقطه، هتكتشف ان هم تقريبا الفرق بينهم كبير جدا لدرجه انك ممكن تقول انهم يعبدوا الهه مختلفه. حرفيا المسلمون لا يعبدون الها واحده، منهم من يعبد اله هو اشبه بملك عظيم كبير له صفات كلية القدرة، كلية العلم، كلية الإرادة وإلى آخره، كلية الرحمة، كل حاجة عنده كلية، صفاته كلها مطلقة، ولكن هو مختلف عنا. بس هو فكرة إن هو صفاته مختلفة، هو يسمع، هو كلية القدرة، هو كلية الإرادة والبصر وكل حاجة، ولكنه في العلم مثلا يعلم الحاضر والآتي، يعلم المستقبل، يعلم الكليات والجزئيات. في غيره لا، لرأي مختلف، هو كلام الله موجود بالنسبة له، ولكن كلام الله بالنسبة له هل هو قديم ولا حادث، ولكن يرى أن الله متصف بكل الصفات دي. إلى على الطرف الآخر خالص على النقيض، نجد أن فيه أقرب أو فهم أقرب إلى فهم إله أرسطو، إله يسلب عنه كل الصفات أو أشبه بكل الصفات تقريبا. فتجد أن الله موجود قائم بذاته، له صفة القدم. طيب وبعدين ما نعرفش نوصف له أي حاجة تانية، الصفات كلها صفات معاني، او يقولوا بالعينيه، او هل الصفات هي عين الذات ولا غير عين الذات الى اخره. فنجد انه ما ينفعش يقول انه في مثلا علم قديم للاله، صفه العلم لله صفه قديمه. طيب ايه المشكله في كده؟ صفه العلم عندك تعطل صفه الاراده. طب ليه ما ينفعش يكون العلم صفه قديمه؟ يقول لك لا ثواني، علشان ما يبقاش عندنا حاجه اسمها تعدد قدماء، فان يبقى في عندنا اكثر من شيء متصفون او موصوفون بصفه القدم. الله هو القديم الوحيد، الله قائم بذاته قديم، اثبتنا له صفه القدم. طيب لو قلنا ان له علم، هذا العلم ليس قديما وليس حادثا، هو لا يتصف لا بالقدم ولا بالحدوث، امال يتصف بايه؟ يبدا بقى يقول لك ان له علم، يعني على حسب بقى، هنا فيها اقوال، هل هو علم هو عينه او هو ذاته، ولا له علم وفقط، ولا ايه الدنيا؟ عشان برضه بيخش في عينيه او في تعيين الصفات، نقول ان صفات عين ذات. واللي بيقولوا بصفات عين ذات كتير، يعني في مذهب كده صغير من جوه المعتزله بيقول بالعينيه، ولكن اغلب المعتزله مش بتقول بالعينيه. تلاقي عندك الشيعه الاثنى عشريه بيقولوا او الاماميه بيقولوا بالعينيه او صفات عين ذات الى اخره. في اختلافات كتير، ولكن الفكره العام والاشمل واللي احنا نهتم بيها هي فكره انه الشق الاول من موضوع النهارده هو ان الافهام نسبيه، وان نسبيه الفهم دي احنا بقى محتاجينها ان المسلم يدركها،
زي ما هي موجودة في العقيدة، زي ما هي موجودة في رأس العقيدة. احنا مش بنتكلم عن أحكام قال الإمام الفلاني إن هي يجوز وقال الإمام التاني إن هي مباح أو مستحب، أو قال الإمام إن هي حرام وقال التاني إن هي مكروه فاختلفوا في حكم هل هو حرام ولا مكروه. ما بنتكلمش في مذاهب فقهية، ما بنتكلمش في اجتهاد فقهاء، احنا بنتكلم في رأس الإيمان. نظرتك إلى الإله أصلا هل هي واحدة؟ هل هي مطلقة؟ لا. فلما يجي يتكلم في الأحكام والتشريعات والقضايا التي تمس المجتمع والواقع والدنيا النهاردة، ما تقوليش أنا عايز أفهمها فهم مطلق وطبقها على الجميع. يعني أنت لو رجعت لكتبك ورجعت لعقيدتك أنت مش هتلاقي أن أنت فاهم عقيدتك فهم مطلق، في من اختلف معك فيها وله وجهة نظر، وهو كمان اختلف معاك هو يظن برضو أن فهمه فهم مطلق. على فكرة كما أنت ترى أن فهمك فهم مطلق كسلفي كسني كمعتزلي كأشعري نفس الفكرة اللي أنت شايفها فهمك لها فهم مطلق، هو يرى أن أنت برضو فهمه هو كمان فهم مطلق، ويرى أن أنت فهمك فهم نسبي أو خاطئ أصلا إلى آخره. يعني هم يصفونكم على أنكم مجسمة، أنتم تصفونهم على أنهم معطلة، هم عطلوا الصفات أنتم خليتوا الله له أجسام، أو فكرة أنتم أثبتوا للإله الجسمية ولو بالمعنى حتى مش بالنص إلى آخره. أنا مش قضية الحرب أو الخناقة الحاصلة ما بين معتزلة وما بين أشعرة ما بين متكلمة ما بين سلفية ما بين فلاسفة وما بين يعني ابن سينا وابن رشد إلى آخره مع الغزالي ولا مع غيره من المسلمين، مش قضيتي الخناقة نفسها، قضيتي ما يدور حول هذه الخناقة وهو سبب الخناقة أصلا الفهم النسبي وتطبيق الفهم النسبي في الدولة. العلمانية زي ما شايفها الدكتور مراد وهبة هي فصل النسبي عن المطلق، أو الحكم في النسبي بما هو نسبي لا بما هو مطلق. فأنا بقول لك إن أنت ما عندكش حاجة مطلقة إلا فقط رؤيتك للإيمان بشكل عام إن هو أمر مطلق، خلاص حقك أنت تختار إنك تقول والله أنا مسلم والإسلام هو الدين الصحيح، لكن هتطبق ده في الواقع فهمك للإسلام أصلا ما هوش فهم مطلق، وبالتالي لا يمكن تطبيقه في أرض الواقع. فهمك النسبي ده هفضل أنزعك فيه إلى الأبد. طيب دي كانت النقطة الأولى أو محور الإيه؟ النص الأول من الصلاة. النص الثاني هي فكرة عدم تخلي الإسلام عن فكرة التكسيم أصلا أو فكرة التكسيد، وبالتالي وبناء عليه هل المسلم على النقطة رقم 2 يعني هل المسلم له أن يشنع على غيره من أو على غيره من المذاهب والمعتقدات الأخرى في مسألة التكسيم؟ لا، ما تقوليش أنا ما عنديش تكسيم هم عندهم تكسيم وأنت عندك جوه، يعني أنت عندك تكسيم جوه زي ما قلنا تكسيم الشيطان وزي ما قلنا تكسيم الملائكة، وقلنا البيت المعمور تكسيم فكرة ان في حاجة قبلة بنطوف عليها او بنلف حواليها والقبلة دي هي مركز الصلاة وكأن الاله اقبل الصلاة عند قبلة، يعني كانت القبلة الاول تجاه بيت الاقصى او البيت المقدس دلوقتي بقى او المسجد الاقصى، يعني دلوقتي بقى القبلة تحولت للكعبة، فاحنا لابد ان احنا نكون نظرين لاتجاه معين او الى جهة معينة. طب لماذا يعني لا تكون الصلاة صلاة روحية قلبية تماما، الصلاة في أي جهة كده كده أينما تولوا فثم وجه الله، فكرة أنه في أي جهة لابد اشتراط جهة معينة، لابد اشتراط تحيز إلى جهة. خلي بالك الفكرة بتاعت الجسمية أو التكسيم أو التكسيد هي ليست بالضرورة أن يكون حاجة مادية ملموسة، يعني فكرة التحيز إلى جهة ده من صفات الأجسام أو من خواص الأجسام أن يكون الجسم متحيز إلى جهة. ففكرة أنه التحيز إلى جهة في مسألة القبلة او استقبال جهه معينه زي ما المجوس عملوا واستقبلوا فكره الشمس ان احنا بننظر اتجاه الشمس، سموا هم عبادا للشمس في حين ان انت تعتقد انك لست عابدا للكعبه، يعني نفس الفكره فكره استقبال الشمس كقبله او استقبال النار كقبله عند الزرادشتيه وعند المجوس وعند الديانات الموجوده في ايران، وانت اعتبرتهم عبادا للشمس وخالفتهم في ذلك في صلاه الضحى تصلي اما قبل الطلوع او بعد الطلوع بفتره علشان تخالفهم في مساله عباده الشمس، يعني مع ان انت عندك جوه برضو انت عندك استقبال القبله، ما هو ممكن حد يرى ان ده عباده للقبله، انت تعتقد ان لا هو مش عباده للكعبه ولا اي شيء وان هي مجرد قبله ووجهه لك. طيب الى اخر مسائل ثانيه من مسائل التكسيم هي مسائل الامور الماديه بقى، فكره الجنه والنار. النعيم في ديانات مختلفة عن الإسلام ممكن يكون النعيم نعيم معنوي والعذاب عذاب روحي، مجرد فكرة الألم مجرد فكرة عدم وجود الحياة اللي عايشينها والوجود في العدم، أو يعني طبعا الوجود في العدم هي قضية متناقضة، ولكن فكرة أنه عدم الوجود أو فكرة في معنى معنوي صعب أنك تمسه، لكن الإسلام ما قدرش يتخلى عن المعنى ده أو حتى ما قدرش يوصل له. الإسلام علشان يتخيل فكرة النعيم والعذاب ما قدرش يتخيلها إلا بشكل تجسيم، تقسيم لكل شيء، تقسيم لنوع العذاب، تقسيم لأدوات العذاب، تقسيم لينا احنا كبشر لما نكون موجودين سواء في النعيم او في العذاب، تقسيم وتجسيد لكل شيء حرفيا.
يعني فكره انه يقول لك ان مثلا نتكلم عن العذاب وبعدين نتكلم عن النعيم. مثلا نتكلم في العذاب، فكره انه لابد ان المعذب ده يكون له جسد ويكون له جلد، وان الجلد ده هو اللي بيستشعر الالم. الموضوع مش معنوي خالص، الموضوع مادي بحت. ولو الجلد ده بعد فتره من الاحراق يعني ذاب او تحل او نشف او ايا كان اللي حصل فيه تذوب الجلود دي، قال لك ايه، بدلناهم جلودا غير جلودهم ليذوقوا العذاب. ففكره ان العذاب لا يمكن ان يتم الا بصوره ماديه، فكره ان لابد يكون للمتع يعني الشخص الموضوع في النار المعذب ده صوره جسميه جسديه عشان يستشعر هذا الالم وهذه المعاناه. فكره انه العذاب لابد ان يتم بادوات ماديه. يعني ايه ادوات ماديه؟ فكره انه يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فكره انه مقامع من الحديد محطوطين جواها، فكره انهم مربوطين باصفاد من الحديد او كلبشات كده او سلاسل، يسحبون في النار على وجوههم. لابد من وجود نار مشتعله ماديه عشان تحرق الجلود او الاجساد الماديه. فكره انه يكون عندك حاجات كلها ماديه، صوره ماديه تماما الاسلام ما قدرش يتخلى عنها، ويمكن لا داعي لاطاله الذكر فيها، ولكن تفاصيل كتير من اول حتى اللبس اللي هم لابسينه. قال لك سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار، فكره ان هم له سلسله، ان هو يعني يتخذ الشخص اللي هيعذب في النار ده يربط بسلسله ذرعها 70 ذراعا، يسلك في هذه السلسله ويشد او يسحب في النار على وجهه. ما قدرش يتخلى عن التجسيد والتكسيم ووصف كل شيء وصف مادي. طيب، وشجره الزقوم ياكلون منها، الشجره دي طلعوها كانها رؤوس الشياطين والى اخره، تنبت في اصل الجحيم. يعني شجره تنبت، هو تخيلها شجره ومن تخيلها شجره تنبت في اصل الجحيم، وطلعوها كانه رؤوس الشياطين، وان هي زقوم، ان هي طعمها طعم يعني مر جدا والى اخره، وجافه ومليانه شوك، وكل الاوصاف اللي اتوصفت بعد كده في الاحاديث والتفاسير والى اخره. نروح من موضوع الشجره الى الجنه بقى. فكره ان الجنه برضو ما قدرش يشوفها الاسلام تصور معنوي او تصور روحي، قدر يشوفها تصورات ماديه بحته صرفه. لابد ان احنا نكون لنا اجساد، نبدل باجساد لا تبلى، نبدل باجساد اعمارها كلها في الثلاثينات من الاعمار كما ورد في بعض الاحاديث الى اخره، بس هنبدل باجساد في الاول وفي الاخر بتسمع وترى والى اخره. ينظرون على الارائك، ينظرون قاعدين على الارائك بينظروا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ او فكره ان قاعدين على الارائك على الكراسي بشكل مادي، زي ما الاله قاعد على العرش او على العرش استوى، فهم متكئين على الارائك او الكنب اللي قاعدين عليه وقاعدين بينظروا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني فكره هل الكفار بقى لقيوا اللي كانوا بيعملوه في الدنيا من افعال الى اخره. وفكره انه لابد ان هما قاعدين بقى على الكنب ده قطوفها دانيه. يعني ايه قطوفها دانيه؟ يعني قريبه، القطوف اللي الثمر اللي يقطفوه دانيه قريب منهم، فقاعدين بقى عايز بلح تلاقي، عايز عنب تلاقي، عايز مانجا تلاقي. فكره القطوف فكره الثمار، ان هما لهم فيها ما يشاؤون ولدينا، او لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. طب ايه اللي ما يشاؤون فيها؟ يشاؤون الطعام والشراب، نسقيهم عسلا صافيا او عسلا مصفى، ونطعمهم من لحم طير ومن فاكهة وإلى آخره من الأمور المادية. العسل المصفى ده كان رغبة العرب، كانوا العرب في الحجيج، يعني فكرة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت. هي سقاية الحاج أصلا كانت إيه عند العرب؟ سقاية الحاج عند العرب كانت ما بين، طبعا اللبن كان قليل شوية، فكرة إن هم يسقوهم لبن، هو كان السقاية حسب ما ورد يعني عندنا، إما إن هو كان بيبقى الماء تمام، او انه كان بيبقى العسل المصفى، يعني يخففوا عسل بميه كده وكانوا يشربوه كنوع من انواع اكرام زوار البيت او اكرام الحجاج، يشربوهم اكواب فيها عسل مصفى. فالعسل المصفى ده ما هوش بدعه يعني في الجنه جديده على العرب، العرب كانوا بيحبوا العسل المصفى. والى اخره من المسائل، فكره انه لهم ان الشمس دي لها لا يرون فيها ظلا شمسا ولا زمهريرا، يعني فيها ظل طول ما هم ماشيين، ما فيش ولا البرد الشديد ولا الحر الشديد، في ظلل يعني، او فكره ان هي الاشجار مغطيه على بعضها فعامله ظل ما يخشش منه شمس، شمس مغربله كده اللي تدخل، لكن مش شمس حارقه، لان العرب عايشين في ارض كلها شمس محرقه، ما فيش حاجه اسمها الظل. فالظل ده بالنسبه لهم حاجه ماديه مفقوده او مفتقده منتظرينها في الجنه. ولكن الهدف هنا في الحديث عن الجنه والنار هو بيان انه الاسلام لم يستطع ان يدع فكره التجسيد والتكسيم لا في النعيم ولا في العذاب. ما قدرش يتخيلهم الا بوجود الكواعب اترابا، بوجود النساء الحور العين اللي موجودين قاصرات في الخيام، لم يمسسهن انس ولا جان، الابكار العذارى اللي موجودين. ما قدرش يتخيل حاجه غير الملذات، شهوات البطن وشهوات الفرج اللي كان العرب عايزينها.
طيب هناك من سيتنازع في المسألة دي ويقول انه لا الاسلام كان فيه برضو جنة معنوية او جنة روحية، وقال لهم يعني فكرة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، وفكرة ان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الى اخره. طيب انا بتكلم هنا في نقطتين، النقطة الاولانية في الموجود اوريدي بين ايدينا، هل هو تقسيم لكل المعاني وهل هو اشياء مادية؟ هي اشياء ماديه، اذا القول بتاعك لم يبطل اي شيء من اللي انا قلته، يعني اللي هيقول ان لها لهم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، انت بتجيب جون بره المرمى، يعني انت بتشوط الكره بره الجون بره الشبكه اصلا، لانه اللي بتكلم فيه هو مساله انه هل في تقسيم للجنه والنار. في حين بقى على النقيض، يعني تعالى نقول فكره انه، او خلينا قبل ما نروح على النقيض خلينا نتكلم في النقطه الثانيه، وهي نقطه انه هل اصلا ما لا عين رات ولا اذن سمعت معناها بالضروره اشياء معنويه؟ هو معناها أشياء أنت لم تعهدها من قبل أو لم تراها من قبل، لم تسمعها من قبل، لكنك ستسمعها في الجنة وستراها في الجنة، فهو أصلا قولك لا يبطل فكرة التقسيم أيضا، يعني لا يتحدث إلى المعنى أو لا ينتقل إلى فكرة المعنى يعني بقريب أو بعيد. على النقيض بقى، إيه هو التصور اللي ممكن أتخيله للجنة أو للنعيم أو حتى إلى المسألة بتاعت العذاب أو الحياة الأخرى عموما في مسألة التجريد من التجسيد؟ هي مسألة زي ما رأاها بالمناسبة بعض المسلمون في مسألة هل الجنة والنار تفنيان؟ يعني ده سؤال طرح في الإسلام في السردات الإسلامية وما بين حتى الفلاسفة وإلى آخرهم من الأمور، قالوا إنه الجنة والنار تفنيان. طب يا سيدي بيقول لك إنه هم خالدين فيها أبدا، يعني إيه خالدين فيها أبدا؟ خالدين وابدا ازاي بتقول ان الجنه هيبقوا قاعدين فين؟ طيب هناخد لهم حاجه ايجار، قاعدين في الجنه والنار ازاي هتفنيان الجنه والنار وهم لسه خالدين فيها ابدا؟ قال لك خالدين فيها هنا الاولها خلود، هنا بمعنى طول الاقامه او طول المكث، هم هيمكثوا يعني مكوثا او يجلسوا جلوسا في الجنه خالدين وكانهم خالدين فيها، هم ليسوا بالضروره خالدين فيها. وده رد وله وجهه نظر. طيب لماذا الجنه والنار تفنيان اصلا؟ لانه قال لك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فكره انه ما فيش حاجه اسمها ان هي لا تفنى الا الاله، فكره ان الاله هو الوحيد الباقي الوحيد الذي لا يفنى. لو قلنا ان الجنه والنار باقيات الى الازل والى الابد معناها انهم اشتركوا في صفه مع الله، فلا بد من فناء الجنه والنار. هو فكر ويبطلوا اهل السنه والجماعه اصلا مش بيقبلوه، بس ده فكر موجود ومن حقهم ان هم يعتقدوا بيه والى اخره. انا النهارده لا جاي اتكلم في تعدد القدماء بالضروره، ولا جاي اتكلم في صفه اليد، ولا جاي اتكلم في صفه السمع والبصر، ولا جاي اتكلم في جواز رؤيه الله في الدنيا ولا في الاخره ولا لا يرى اصلا، وهل الله له صوره ولا ليست له صوره. انا مش جاي اتكلم في التفاصيل، انا بتكلم في العموميات النهارده. فاتكلمنا عن نقطه النسبيه في الفهم، حتى لو نسبيه المعتقد دي بالنسبه لك مش بالضروره، ولكن نسبيه فهمك لهذا المعتقد بالضروره وهفضل واقف عندها، ونسبيه فهمك ده اقحامه في المجال العام واقحامه في حياتنا، وانك تقول لفلان يعني حتى مساله الحجاب، تعالى نتعرض لمساله من مسائل الاحكام عشان ما يبقاش الكلام مرسل. مساله زي الحجاب، هل انت تعتقد ان مساله الحجاب وفهمك لها كشخص مثلا مسلم سني هي مساله مطلقه؟ الحجاب فريضه كده قولا واحدا لا ثانيه له؟ الحقيقه ان لا، فهمك للمساله دي فهم نسبي تماما. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هتجد عندك المرأة المسلمة اللي بتعتقد ان الحجاب ليس بالضرورة اصلا فرض، دي موجودة، وهتجد عندك المرأة المسلمة اللي بتعتقد ان الحجاب تمام، هو حتى بغض النظر عن كونه فرض او غير فرض، هو ليس بالضرورة النقاب او الصورة اللي انت بتراها كشخص سلفي، هو الحجاب يعني غطاء للرأس فقط. هتجد مرأة تانية ترى ان الحجاب متفقة معاك ان الحجاب هو النقاب، ويدنين عليهن من جلابيبهن يعني غطوا وشهم بالجلباب، في حين ان هتلاقي واحده ثانيه شايفه الايه لا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بمعنى كده ان هنضرب بالخمر على الجيوب، لكن يدنين دي يبقى لا تستدعي قول يضربن بخمورهن على جيوبهن، بما اننا يدنين يعني نزلوا على وشهم وعلى سائر الجسد، هيقول بعدها ليه تحصيل حاصل انه يقول بعدها يضربن بخمورهن على جيوبهن. فهتلاقي واحده فهمت يدنين عليهن ان هي النقاب، ويعني يدنين يعني ينزلوا النقاب على وشهم وعلى جسمهم كله، يدني الثوب كله عليه من الدنو تمام. او واحده ثانيه شافت ان لا كونه يختص بالذكر مساله الجيوب او منطقه الصدر معناها ان الوش باين، هتلاقي ان عندك في ايه تانية بتقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، يعني الا ما ظهر منها، هتلاقي حد يفهم ما ظهر منها هنا يعني الوجه والكفين، ده استثناء الا ما ظهر منها. طب هو جابهم منين؟ ده الفهم النسبي للايه اللي بنتكلم فيه. غيره لا، غيره بيلبس المراه جوانتي او يعتبر حاجه على ايديها تغطي اليدين فما تبانش اليدين، وغيره بيفهم حاجه ثالثه. فالمساله انه حكم زي ده ما ينفعش تيجي انت بقى تقول والله انا عايز اقحم
هذا الفكر او هذا المعتقد اللي انا شايفه وافرضه على طفله دون السابعه من عمرها عشان تتعود بداعي ان هي او بدعوه ان هي تتعود على الحجاب. لكن لو لبسها الحجاب بعد البلوغ واللي هو شرعا تمام وكل حاجه بالنسبه لك، بس لو لبستها بعد البلوغ هتكون كبرت وما اتعودتش. فنلبس الحجاب لاطفال يعني ذوات السبع سنوات ونقول بدعوه ان هم يتعودوا عليه. فانت متخيل ان اقحامك للمساله دي عامل ازاي؟ اقحامك للمساله دي في المجال العام، انا عندي عايز اصلي في اي وقت وفي اي اتجاه طالما في اتجاه القبله، يعني بس اصلي في اي اتجاه بمعنى في اي مكان في اي شارع في اي حته. ليه؟ لان انت عندك نص حديث بيقول لك انه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وبالتالي وبناء عليه في ذهنيتك اي مكان ليس محلا للنجاسات يمكن الصلاه، يمكن الصلاه هنا في مقر علمانيون، يمكن الصلاه في اي مكان في الدنيا طالما ان هو مكان مشمول ضمن الارض، ارض الله واحده، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فنصلي نصلي جوه الكنيسه، تجد مسلم دخل بالمصليه جوه الكنيسه، كان ترند على الفيسبوك من يومين فكره انه الصلاه في اي مكان، نفرش مصليه في الشارع او نفرش حصير في الشارع ونوقف الشارع كله ونصلي ظهر الجمعه. ليه؟ لانه جعلت الارض مسجدا وطهورا. فكره انه اقحام اطلاق المساله دي او اطلاق الفهم ده على الجميع، لا هو امر نسبي، لانه هو لا ضرر ولا ضرار، مبدا موجود في الاسلام. ممكن من خلال هذا المبدا تقول ان انا ما اقدرش اعطل الشارع واوقف الدنيا وازحم المكان علشان عايز اصلي ظهر الجمعه. فكره اقامه الصلاه، انا ممكن اقيم الصلاه في اي مكان، لو تعذر الصلاه جوه المسجد انا ممكن ادور على مسجد اكبر، ممكن اصلي في البيت، ممكن اصلي في اي مكان، وفي الاخر انت تؤجر على النيه. انا مش بقول ايه الفهم الصح ومش بقول الفهم الغلط، لا بقول ان اللي بيفرش حصيره مش دلوقتي حالا، بقول ان اللي بيفرش حصيره في الشارع هو بالضروره خطا، هو طبعا بالضروره هو يعني خطا، بس ده مبحث تاني. فكره هل ده عدى على حكم الغير وهل الشارع ملكه لوحده ولا ملكه وملكي وملك الناس اللي ماشيين في الشارع، تمام. او على فكره بالمناسبه يعني انا ارى الشخص اللي بيفرش حصيره ويصلي في الشارع علشان فكره الهجوم على 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 عقيده معينه او على شخص بعينه او على كده وفكره نظريه المؤامره يعني انا ما يختلفش بالنسبه لي الاثنين سواء، اللي بيفرش مصليه يصلي في الشارع زي اللي بيركن صف تاني، الاثنين بالنسبه لي واحد. ولو اللي بيركن صف تاني بياخد مخالفه فاللي بيصلي في حصيره في الشارع ويعطل الشارع من حقه ياخد مخالفه قولا واحدا. ليه؟ لان انا انظر الاثنين بنفس العين، ما بغض النظر هو يصلي براحته بس ما يعطلش الشارع، زي اللي عايز يركن عربيته يركنها براحته بس ما يركنش صف تاني الى اخره. طيب مسائل كتير ممكن نتكلم فيها في نسبيه الفهم او نسبيه الافهام المتعدده اللي موجوده وفكره اقامه في المجال العام. انا مش عايز اطول اكتر من كده، ممكن نفتح المجال لان اعتقد موضوع ثري وممكن ناس كتير تسال فيه او حتى تضيف بعض الاضافات، ولكن هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل الفكره ونلخصها تاني في عبارتين. الموضوع الاول للصالون بتاع النهارده كان فكره الفصل بين نسبيه المعتقد والنسبيه لفهم المعتقد، وان نسبيه فهم المعتقد دي شيء غلط ولابد ان احنا نوقفك عنده، لان خلي بالك نسبيه فهم المعتقد دي هي اللي بتخلي المتطرف يبقى متطرف، هي اللي بتخلي اللي بيفجر نفسه يفجر نفسه، لان هو يعتقد تمام الاعتقاد ان دينه حق وان هو فهمه الفهم الحق على المذهب الحق على الفرقه الناجيه، وان هو لو مات بالضروره هيدخل الجنه. فهو معتقد ده بفهم مطلق. طبعا ده شيء هيخليه يربط حزام ناسف ويروح يفجر نفسه، او على الاقل لو هو اجبن من انه يفجر نفسه هيروح يحط عربيه مفخخه يفجر بيها كنيسه والى اخره. ليه؟ لان هو يعتقد ببطلان عقيدتهم بحقيقه مطلقه، برضه فهمهم للبتاع ده الفهم بتاعهم ده فهم مطلقا كده هو خطا، وانا فهمي هو الفهم الصحيح مطلقا. دي النقطه المهمه. النقطه رقم 2 اللي اتكلمنا عنها برضه النهارده هي مساله عدم تخلي الاسلام عن فكره التجسيد سواء للاله سواء للشياطين والملائكه سواء للجنه والنار الى اخره. وبالمناسبه حتى النبي يعني تجد ان النبي وصف باوصاف في السيره النبويه ان هو ربعه ليس بالطويل وليس بالقصير، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الدائن، ولا اتكلموا عن النبي ان هو كان شعره لونه ايه وكان طول شعره ايه، شعره وصل لغايه اذنه ولا شعره كان لونه اسود ولا كان بيلبس مش عارف خاتم عامل ازاي وكفه كان عامل ازاي. وتجد صفات يعني للاله ان هو كان كفه ناعم لكن كانت كفه شديده في مسك السيف وفي الحرب كانت ايده شديده وكده. طب ممكن حد تاني يراها للمجاز انه لا كفه ناعم بمعنى انه هو كان لا يبطش كان لا يظلم كان ينفق الى اخره، كفه شديد بمعنى انه يخوف العرب وله هيبه ووضع وكلمه الى اخره. انا ما عنديش مشكله ان اي حد يفهم اي فهم طالما مش هيضر الاخرين، المشكله ان يكون الفهم ده هو بالنسبه اليه فهم مطلقا. والحقيقه انه يعني نذكر هنا الكلام اللي قاله الحلاج لما قال اما اليقين على ما اذكر يعني لو كان الحلاج لما قال اما اليقين فلا يقين وانما اقصى اجتهادي ان اظن واحدث. اعتقد يعني اما الحلاج يا اما ابو العلاء المعري، يعني اعتقد الحلاج. على كل حال دي كانت المساله رقم 2، وضربنا امثله كتير وشواهد كتيره
ونقدر نسلم بقى المايك للأسادة الحضور لو حد عنده أي مداخلات أو أسئلة. بشكركم جميعا على الاستماع. شكرا لك يا احمد على الطرح الوافي. ولو في حد عنده اي مداخلات. انا سعيد ومتشرف بحضور الندوه النهارده، وهي ندوه مهمه جدا وصعبه وسهله. ازاي صعبه وسهله؟ هي صعبه لان الموضوع مهم وما زال فيه يعني خناقات كبيره من ايام كانوا بيقولوا هو القران مخلوق ولا قديم. مخلوق يعني مادي، قديم يعني وجوده مع وجود الله، فخلق في نفس اللحظه وجود الله اللي هي في اللا نهايه في الماضي. وده بيبقى سهل جدا لما تتفهم، لما نحط علمين مع بعض، علم النفس وعلم المصريات. لانه يعني مننا لله، احنا المصريين احنا اللي اخترعنا الالهه، ولو ما كناش اخترعناهم ما كانش بقى في الخلافات الدينيه دي، كانت هتبقى خلافات يعني جغرافيه على اقتصادية على اي كان، لكن الاختلافات الدينية بيبقى فيها حاجات كده ليها علاقة بالعقيدة وبالعقد. الخير والسعادة هل هما حاجة واحدة ولا حاجتين ولا اكتر؟ كل واحد عندنا ليه خيالات مختلفة في الخير والسعادة. ساعات يقول لك مش هي الخير، مش هو السعادة. الخير ممكن يكون شكله راجل كبير عجوز بدقن بيضة وجلابية بيضة بيعمل خير وبيوزع فلوس او بيدبح دبايح ويديها للفقراء. السعادة ممكن تكون رقاصة مثلا، فطبعا هتلاقي الفرق كبير بين الاثنين. هكذا انت كيف ترى الله هتشوفه بكل صفاته 99 وغيرهم اللي هو بما فيهم اسم الله الاعظم اللي هو لا احد يعرفه، أو قد يكون هو الجامع لكل هذه الصفات أو صفة أكبر من كل الصفات لا نقدر على استيعابها. فبالتالي هيبقى دايما في النسبي وفي الغير مدرك. وعشان الغير مدرك ده نتكلم عنه لازم ندركه. يعني لازم لما نقول إن الله كريم لازم نتخيل إن هو اللي بيدينا كل الحاجات اللي بناخدها مادية أو معنوية. قدرتنا على الإبصار وقدرتنا على السمع والبصر والفؤاد كل ده من عطايا الله لنا. إذا نجحنا فربنا هو اللي نجحنا، إذا كسبنا فلوس فربنا هو اللي ادانا الفلوس دي. وحدة الوجود دي أثرت الفكر جدا لما اقترن بالبوذية اللي هي برضو احنا أصلها مصري، احنا اللي علمنا العالم ازاي البقرة، علمناها اليهود وعلمناها للبوذيين. فالوجود البقرة هي تعطي كل شيء، تعطي الحياة وترضع كما ترضع الأم، وبالتالي فيها شكل يعني إعطاء الحياة وإعطاء سبب الحياة. فوجوده في كل وجود ده يعني إن هو إذا قلت إنه نزل نزل، يعني بقى وجوده تحت أكتر من وجوده فوق، بس وجوده فوق برضه موجود. راح بس هو موجود هنا، جه بس ما زال موجود هناك. فيبقى ده يعني داخل الامور جدا في بعض لدرجه انه تفهمها زي ما تفهمهاش هتبقى زي كده حاجه انه فهمتها خير وبركه، ما فهمتهاش برضو خير وبركه. وده اللي بيعتمد عليه ساعات الصوفيه، انك مش لازم تدرك كل شيء، يكفيك انك تحس بيه. لما يقول ان كلتا يديه يمين، لما تخيل كان واحد عنده 2 دراعين يمين، طب الناحيه الشمال فيها ايه؟ ما عندوش نفسي يا صاحبي بالظبط، هتلاقي يعني عامل ازاي يبقى. فلازم الناس تتخيل يعني لما تقول انه فلما تجلى، انت قلتها تجلى ربك الى الجبل ولا ربه الى الجبل؟ ربه. طيب فهو رب، قلت هو اللي قال ربك ولا ربه؟ هو اللي قال ربه. طيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال فلما تجلى ربه للجبل. هل ربه ولا ربك؟ فهي الارض هتبقى فيها حته انه ال 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 المجسمة والمعطلة دول ما زال الصراع ده موجود ومتجسد في ايامنا دي، او ظاهر جدا في الازهر والاخوان بالاسم كده. الازهر من المعطلة والاخوان من المجسدة. يعني يداه يبقى يداهم بصوابعه وبضوافره وكل حاجة،
ده عند الإخوان، عند الأزهر يقول لك لا دي قدرة الله وإمكانياته وصفاته وكده. موضوع أداة الرؤية برضه، أنهي رؤية فيهم؟ رؤية العين ولا رؤية القلب ولا رؤية المخ؟ لأن هو لما رأى 11 كوكبا هو رأاهم بعقله، لأن هو نايم مخه ما وقفش، مخه بيشوف. والأحلام هي إحنا بنشوف ما بنشوفش بعينينا في الحلم، بنشوف بمخنا. فهو رأى الأداة برضه موجودة، أداة الرؤية موجودة، وهي الإدراك، كيف أدرك بعقله. يبدأ برضو السؤال الصعب، هل خلق الله الإنسان أم خلق الإنسان الله؟ فإذا كان الإنسان خلق الله هيعمله إزاي؟ مش هيعمله على شكل أقل منه، ده هيعمله زيه وأحسن. لأنه يعني هو لو القرد اللي خلق الله إلهه، هيعمل إلهه إنه إنسان، بحد بيفهم، حد بيتعلم، حد بيروح الجامعة، حد أحسن من أحسن من القرد. لكن لما الإنسان يخلق إله هيعمله طبعا أحسن منه، عنده كل الحاجات اللي عنده وحاجات تانية ما يعرفهاش لأنه ما شافهاش. فهي دي الإشكالية اللي بتعمل الفرق بين يعني كيف نجسد، أو هل نجسد أم لا نجسد. احنا مضطرين نجسد علشان يعني هيعمل حاجة، يعني هيعمل ايه؟ اذا كان بيعمل حاجة احنا مش عايزينها او ما نعرفهاش او مش لازمانا، طب عايزينه ايه؟ احنا عايزينه يرزقنا. يرزقنا ايه؟ فلوس. انهي فلوس؟ لو في امريكا يرزقنا بالدولار، لو في مصر يرزقنا بالجنيه، لو في اسرائيل يرزقنا بالشيكل. شكرا. طيب انا بشكر حضرتك على المداخلة، تمام. ويمكن كمان ذكرتني حضرتك لما اتكلمت عن مسألة الآية بتاعت فلما تجلى ربه للجبل. خليني أقول لك من ضمن نسبية الأفهام، يعني أزيدك من الشعر بيتا، في بعض التفاسير أعتقد أنه في تفسير من ضمن التفاسير كده مرت فيه عبارة خطر جدا، قال لك فلما تجلى ربه للجبل. ده عنك بقى مسألة هل التجلي صفة تثبت لله ولا لا، أو تثبت إلى الله صفة التجلي وكيف هي وإلى آخره. هو راح لحتة تانية خالص، قال لك يعني إيه تجلى ربه للجبل أصلا؟ معنى التجلي هنا إيه؟ هل التجلي وتجلي معنوي ولا هل تجلى بجد يعني ظهر بجد؟ فقال لك لا، هو تجلى بجد وظهر منهم قدرا بقدر يعني طرف اصبع، هو لم يتجلى بالكامل، هو تجلى جزء من الله. فانا ما عنديش مشكله يتقال ان كلامه غلط، وما عنديش مشكله يتقال ان كلامه صح. انا اللي عندي مشكله لما يتقال ما يفكرش، ما يتكلمش، مش من حقه انه يفكر. ولو فكر وقال يبقى كافر، يؤتى براسه، او فكره انه يعني يقطع راسه ويعلق على باب من الابواب اللي موجوده في يعني فكره انه زي ما حصل مع الفلاسفة. يعني الفلاسفة كانت تسبل أعينهم، في منهم من قتل، في منهم يعني فكرة أنه يتم التعرض مع الفكر المختلف، سواء كان دين بالكامل مختلف أو مذهب أو فرقة كلامية أو معتقد مختلف بداخل الدين الواحد على أن هم كفار، يعني فكرة خطر جدا. هو من حقه بغض النظر، قول أن كلامه غلط، قول أن أنت شايف كلامه غلط، لكن ما لكش حق أنك تقول أنه ما يعتقدش. وأنا فهمي الوحيد المطلق، لو أنا شايف التجلي تجلي معنوي يبقى خلاص، يبقى كل الناس تشوفه زيي، فما فيش الكلام ده. يعني اعتقد انه فكر ساذج، يعني ساذج وطفولي قوي، فكره ان انا الوحيد اللي عارف الصح. على كل ما بشكرك على المداخله الحقيقه. طيب في اي اسئله او اي شكرا للباحث احمد رشد على ورقه التجسيد في الاسلام. والحقيقه لو تسمح لي احمد، انا عايز اضيف بعد اخر على اهميه الموضوع، وهو متعلق يعني لو بنقول التجسيد في الإسلام ده ليه تأثير عند رؤية التجسيد في عند المسلمين. يعني هو في نقطة بقى مهمة عاوزين نتكلم فيها، وفكرة احتقار التجسيد والتعامل بشكل فيه ريبة مع التجسيد، وإنه ربط ده دايما بالأصنام والتمثيل والشيطان يسكن ما بين الصور وما بين أنا عايز أروح بقى لعلم الجمال الاستاتيقة أو مفهومنا للجمال في مجتمعاتنا. يعني خليني اقول لك على رؤيتين، مثلا مسألة التماثيل اللي بتحاول تحطم دائما من قبل المسلمين، ومسألة ازدراء الجمال في العقلية الاسلامية او الذهنية الجمعية الاسلامية. ومش بس كده، ده انت مثلا عندك العاب رياضية الناس بتتنفس فيها من اجل استعراض مرونة ورشاقة وقوة الجسد، فالمسألة عندنا بقت انه شهوة الجسد. وهو هنا الرؤية اللي لازم الناس تفهمها، ان الجمال او علم الجمال متجرد من مسألة الشهوة، او متجرد من هذه النظرة الدونية، او اللي هي هنا بتكلم بقى على ضيق الافق في العقلية الجمعية الاسلامية، انه المسألة يا جماعة مش بهذا بس التنظير، انه المسألة لاهوتية او عقائدية زي احمد ما قال في بداية
الندوة، لا هي ليها إرهاصات اجتماعية. البنت بتبقى عاملة أداء، البنت الأمريكية اللي هي خدت أكتر من ميدالية ذهبية في الأولمبيات الأخيرة، حاجة إبداعية، حاجة إزاي هذا التوافق العضلة وإنت عقليتك مش قادرة تشوف غير إنه في فخاد قدامي، لأنه المسألة عند، وحتى ده تاخدك للتجسيد اللي أنت مريت عليه سريعا في الجنة. يعني فكرة تصوير الجنة بهذا الشكل الهوليجرامي الشديد التفاصيل والدقة في التفاصيل خلق حالة من حالات الاغتراب عن الواقع. انت متخيل؟ وكذلك الجسد، انت حاصر الجسد في الجزء الشهواني، ومفيش حاجه اسمها يعني، لا انا معرفش يعني، الواحد بقاله كتير في هذه الحياه، لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز يعني فسيولوجيا انك تكون شهواني طول الوقت، دي ابدا. عندك فرصه تستمتع بشكل الجسد والتوافق العضلي الجسد، سواء بقى في فنون، في رقص، يعني حتى فكره سيبك بقى من الرقص الشرقي اللي هو الناس ممكن تشوفه لطبيعه الملابس اللي بترتضى انه رقص جنسي او غيره، مش ده موضوعنا وده تنظرتنا، لكن الرقصات المتعلقه بالفنون الشعبيه، رقصات الباليه، انت بتحرم نفسك كمجتمع انك تركب قطار الفنون الحضارية، الفنون الحديثة، وتأثير الفن على تهذيب النفس وعلى الارتقاء وعلى السمو، كل ده لانه انت مسألة الجسد عندك رايحة يا اما شهوانية يا اما انه ده حرام وتمثل لتمثل الاله او فكرة الخلق. انت ما ينفعش تعمل تمثال لانه هو كمان في النهاية ده مرتبط بفكرة السردية الابراهيمية للخلق، احنا خلقنا تمثال من طين ونفخنا فيه من روحنا، فاحنا كده كانسان كان كبشر واقفين عند فكره الروح، فخلقنا نص انسان فيما يتعلق بالتماثيل. المهم يعني تلخيصا لقصتي دي او اللي انا بقوله، انه الجسد يرى بازدراء او التجسيد يرى بازدراء وبريبه الاثنين، انه هو الجسد في المخيله الاسلاميه هو انعكاس لفكره الشهوه والشهوات والرغبات، وده ليه بعد متعلق بالشيطان، وايضا التمثيل اللي متعلق انه تشبيه بصنع الله ومحاولات الخلق، يعني اللي للاسف الناس بتصف كل التماثيل اللي هي المفروض معموله لابعاد او لرؤى اخرى متعلقه بمعزل عن فكره ان انت بتحاول تجسد الاله، لان هي دي الرؤيه الابراهيميه والرؤيه العربيه. يعني ما كانش فيه فهم لفكره ان احنا يمكن ان نقدم فنون متعلقه بالنحت، يعني النحت اللي حصل في ايطاليا وحصل في الاغريق وحصل في مقدونيا وحصل حتى في مصر، هو مش كله مرتبط بفكره الاله او التمثلات اللي كانت زي ما انت اشرت ليها، مساله الاصنام او التبرك بالاله. شكرا يا احمد. شكرا ليك وبفاطو. يعني حاجات دايما المداخلات بتذكرني بامور كتيره ممكن نتكلم فيها، يعني مرورا سريعا كده على المداخله بتاعت حضرتك، يعني ممكن نناقش كام فكره كده عدوا في بالي. منهم مثلا كان في نص ادبي كنت قريته زمان بيتكلم عن وصف للطبيعه، وكان حد بيتكلم فبيوصف الطبيعه فقال ان الله موجود في يعني في الزهره دي، والله موجود في الفراشه دي، والله موجود، كان نص اجنبي يعني مترجم، النص موجود في الزهرة دي والله موجود في الزهرة دي وموجود في الفراشة دي وموجود في الغزال ده. ففكرة ان الله موجود في الغزال وفي الزهرة وفي الفراشة وفي اي حاجة بقى، في الشمس، في القمر، بغيره، فكرة ان الله موجود في الاشياء دي، هو يقصد هنا قيمة الجمال وفكرة ان الله له معنى الجمال، فالله موجود في الحاجات دي بمعنى الجمال او بصفة الجمال. ولكن الكلام ده انا وقفت عنده لانه الذهنيه فعلا اللي احنا متاثرين بيها او محملين بيها هي رفض كلمه الله واقرانها باي حاجه لها علاقه بالتجسيد او بالتشبيه. قول ان هي جميله، قول ان هي الشيء ده حلو، قول اي حاجه، لكن ما تقولش الله موجود في الزهره، ما تقولش الله موجود في الغزال، الكلمه نفسها تحس ان لها وقع مش لطيف على النفس، لانه احنا تعودنا على نبذ فكره الجسميه والتجسيم والتشبيه واي حاجه لها علاقه بالامور دي في مساله الحديث عن الله. الله ما ينفعش يجسم ولا يجسد ولا اي شيء. دي نقطه. نقطه ثانيه، حتى لو كان في شيء حلو ما هوش في شيء مشين، يعني زي ما قلنا جمال الورده والزهره والى اخره، جمال الطبيعه، لما اقول الله موجود في الجبل ده والله موجود في الطبيعه الخضراء والله موجود في البحر، ايه المشكله في ده؟ ولكن موضوع الافخاذ بقى، يعني يمكن كان في نقطتين عايز اتكلم عنهم كده في الحته دي. نقطه منهم كان قالها شيخ مش فاكر حتى والله كان اسمه ايه، بس القول كان مشهور والفيديو كان موجود، يعني مقطع كان متداول على التواصل الاجتماعي، كان بيقول فيها ان المراه اللي بتتفرج على الكرة، المرأة لا يجوز لها أن تشاهد كرة القدم، لأن المرأة لما تشاهد كرة القدم هي بتنظر إلى فخوذ اللاعبين. وده ذكرني بكلام دكتور سيد الإمني لما قال أنه يعني فكرة أنه موجود برة أفخاذ وموجود عيون، ولكن العيون هناك لا ترى الأفخاذ.
وعيوننا احنا لما بتروح هناك بترى الافخاذ، فتكون المشكله في عيوننا لا في الافخاذ. فكره ان احنا او على ما اذكر يعني من كلام دكتور سيد الامني في المساله دي، وقال حاجه مشابهه جدا للكلمه دي، فهي المشكله فعلا في عيوننا مش في الافخاذ. هي فكره الافخاذ موجوده في اللعبه الرياضيه، في الجمباز، في القفز على الزانه، في السباحه، في الفروسيه، في غيره. البنت اللي بتلبس ايا كان لبسها وايا كان، يعني انا اتفرجت على الجزء بتاع الدورات الاولمبيه الاخيره دي اللي كانت في فرنسا، كان في البنات اللي بيلعبوا كره طايره مع الفريق المصري، اعتقد انه كان فريق اسباني او حاجه زي كده. انا شفت الصور بتاعت كانت متداوله برضو على السوشيال ميديا وطلعت ترند، البنات عندنا محجبات لابسين غطاء للراس وحجاب على كل الجسم، والبنات الفريق التاني اعتقد كان زي ما قلنا اسباني او لاتيني او حاجه زي كده، كانوا فريق لابسين براحتهم خالص والدنيا حلوه. الناس كلها كانت بتقول المحجبات ومتمسكه بحجابها والى اخره، وفي ناس تانية طلعت اتريقت ايه منظر الحجاب اللي هم لابسينه ده وشكله مش حلو وعريتونا وبتاع، مع ان انا شايف ان الحجاب مش بالضروره يعكس تخلف حضاري ولا بالضروره يعكس تقدم حضاري او تقدم اخلاقي على الاقل. حتى الحجاب ملوش معنى لا بالحضاره ولا بالاخلاق. طيب مساله برضو خلع الثياب او لبس اي لبس ايا كان انت تراه في نظرك انت وحسب عقيدتك مخل، ملوش علاقه لا بالاخلاق ولا يعني مبحث الاخلاق مبحث، ولبسك حاجه تانية، والحضاره برضو مش عقب الحضاره، يعني ربما تكون انسان متحضر ربما تكون انسان متخلف بغض النظر عن لبسك ايه. لو لبست احدث موضه وافضل لبس واشيك لبس وانت في راسك يعني علبه قمامه، تظل في راسك علبه قمامه يعني. طيب نرجع للمساله بتاعه بقى الماتش ده، وانا رؤيتي كانت له ايه. رؤيتي كانت انه في الحالتين لو هنظر لنظره المسلم السلفي والحجاب ده غير شرعي برضو، فالاثنين في النار يعني. كان حتى النظرة، وتاني نرجع لنسبية الأفهام، أنا بنظرة شخص سلفي على الواقع وعلى المشهد اللي قدام عيني، أنا شايف الاتنين حجابهم ده، الاتنين المحجبة والغير محجبة أو المحتجبة والغير محتجبة، الاتنين في النار، لأن لا دي حجابها شرعي ولا دي حجابها شرعي. اللي بتنط وتقفز ولابسة بنطلون ضيق وحجاب قصير ورقبتها ممكن تبان منه وجسمها كله مجسم، بنظرة المسلم لو ابن تيمية قاعد أو شيخ الإسلام قاعد بيتفرج على الماتش ده هيقول إن الاتنين في النار، ومش بعيد يعني يقيم الحد على المسلمة لأن المسلمة هي المكلفة في نظره، ويسيب التانية لأن التانية غير مكلفة، فهو إحنا التانية ياخد منها جزية. الفكرة إن إحنا بنتكلم في مسألة إيه؟ أنه نسبية الفهم ونسبية الرؤية والنظر إلى الواقع مختلفة، وبالتالي لا يمكن أن نعيش مع بعض سويا إلا في حالة واحدة، لو تجردنا من فكرة حرية الاعتقاد دي، سوري إطلاقية الاعتقاد وأن اعتقاداتنا مطلقة، ولابد أن احنا نعي فكرة أنه احنا أفهمنا نسبية ورؤيتنا نسبية، وبالتالي لابد من كفول الحقيقة للجميع، فكرة حقوق الاعتقاد أو حرية الاعتقاد أو إلى آخره من مسائل، ومسألة أنه احترام هؤلاء بغض النظر عن احترام قناعاتهم أو معتقداتهم، لهم الحق في أن يعتقدوا ما يشاءون. على كل أنا بشكركم جميعا وتحياتي لكم وإلى اللقاء. شكرا يا احمد للمحاضره المهمه، وشكرا للحضور الكرام، والى اللقاء قريب ان شاء الله.